جميل والرائع، تحياتي لكم جميعا. مكتوب: هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنفرح ونتهلل به. المسيح قام من بين الأموات ووطأ الموت بالموت، وهب حياة للذين في القبور. خلينا نسوي شير حتى نبدأ بعد قليل بقوة يسوع المسيح. إلهي حي والقبر فاضي، شبح الخوف ما عاد قصادي. مبارك اسمك يا يسوع، مبارك اسمك يا يسوع. طيب شير 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 شير، خلصنا الشير. أنا وسلم بجميع تحياتي لكم جميعا، أي إنسان سلم علينا وسلم بك. صباح الخير، صباح النور، أنا وسلم بك العزيزي. بدي نكبس اخوان ونشير، مشكورين شكرا جزيلا. لايف اليوم جميل جدا، يوم جميل جدا، فرح وهدوء وسلام وطمأنينة. يقول الذي يمسكم يمس حدقة عيني، وأنا سوف أكون سور من نار من حولي. أبو شابة وسلم بك العزيز، تحياتي لك. طيب سوينا شير، منتظرين الإخوان. أخ يعقوب وسلم بك العزيز، تحياتي. نريد شباب نكبس ونشير بطريقة جدا كثيرة حتى نبدأ بعد قليل بفتح القستات والهلاهل والفرح، والفرح والهلاهل. إلهي حي شبح الموت، مبارك اسمك الغالي. عندنا اليوم بث في العقيدة المسيحية، عنوان البث: اطرح سؤالك في العقيدة المسيحية. احتمال أول نص ساعة، وبعدين أخ النصر تحياتي وسهلا بك أخونا. احتمال أول نص ساعة نبدأ في العقيدة المسيحية، وبعدها ننطلق إلى العقيدة الإسلامية. فعنوان الحلقة الآن: اطرح سؤالك في العقيدة المسيحية. اطرح سؤالك في المسيحية. هذا حل. طيب هكذا الأمور مرتبة. يسوع المسيحي قدوس بار، ليس له بداية وليس له نهاية. قال: أنا الذي أفحص الأفكار والقلوب، وقال: أنا الذي سأجازي كل إنسان حسب عمله. التصويت على الوجه المبتسم في أسفل الشاشة. ننتظر شوية مجيء الإخوان والأخوات، لنوصل أقل شيء 15,000 تكبيسة حتى نبدأ بالحوار. مستعش ألف تكبيسة وبعدها نبدأ بالحوار. طيب كل الآن حي والأبر آمين. حي هو رب الجنود، صح أخونا، صح، هذا كلام جدا رهيب. قال: الذي يمسكم يمس حدقة عيني، وقال: أنا سوف أكون سور من نار من حولها. لماذا انتشر الإلحاد في الغرب؟ لأن الغرب لا يريد يسوع المسيح، الغرب يريد الشر. الإنسان بصورة عامة يريد الشر، يريد الشهوة، يريد لذة الشهوة. أما تبعية يسوع المسيح فهي الطريق الصعب، والناس
لا يريدون الطريق الصعب، إنما يريدون الطريق السهل. و ويسوع المسيح قال: كثيرون هم الذين سيدخلون من الطريق السهل. كثيرون هم الذين يدخلون من الطريق السهل. هذه الحقيقة. الناس تريد الشهوات، الناس تريد أن تعيش الآن بدون أي قيود، بدون أي حدود. وهذا بالضبط ما حدث في الغرب، ويسوع المسيح سوف يدين الغرب. لا تقلق عزيزي، لا تقلق. لكل حادث حديث، ولكل وقت حساب. سوف ترى ما الذي سوف يحدث بالعالم الغربي. يسوع المسيح سوف يحطمه تحطيما كاملا. اصبر. وهكذا هي الأمور. اخوان، تكبيس وشير مشكورين، شكرا جزيلا. التكبيس بطيء. اخ دانيال، تحياتي وسهلا بك العزيزي. ينفع تعيد حديث المعارض لمعركة الجمل بعد شوية اخونا، بعد شوية لما نبدي الحوار اسأل هذا السؤال مرة ثانية وانا اعيد لك اياه. اريد اولا اركز على التكبيس والشير والهلاهل والفرح. اخت روح، تحياتي وسهلا بك اختي. سوينا اخوان تكبيس وشير ان امكن، واريد نوصل اقل شيء 45,000، عذرا 15,000 تكبيسة حتى نبدأ بالحوار. نبدأ اليوم الحوار بإطرح سؤالك في العقيدة المسيحية. كل من له سؤال، كل إنسان طبعا محترم له سؤال محترم، يتفضل يطرح السؤال بعد قليل. أعتقد نطول شيء نص ساعة أو شيء من هذا القبيل، ساعة احتمال، وبعدها ننقل إلى سؤال لي وسؤال لكم. الآن حاليا فاتحين البث في الأسئلة في العقيدة المسيحية. أخ حسن، تحياتي وسهلا بك العزيزي. كل يسوع البث كله مرتب رهيب جميل يا يسوع. شباب التصويت على الوجه المبتسم مشكورين شكرا جزيلا. يا هلا يا هلا بخصوان، هلا عزيزي. اخواني المشرفين، اي انسان يطلع على الجست كتب مباشرة. أعيد، أي إنسان يطلع على الجست كتم مباشرة، كتم لمدة 5 دقائق. جدا ضروري هاي الحركة. أوكي مشكورين. أي إنسان يطلب جست كتم مباشرة 5 دقائق. أخجاي، سلام يسوع على عزيزي وسلم بك. لا أخ شرب العزيزي، إذا عندك سؤال اطلب جزبع شوية. أريد أول شيء نوصل 10,000 تكبيسة أو الأفضل 15,000، وبعدها سوف نبدأ الحوار الجميل. طبعا للأسف عندي كلمة للناس الذين بلغوا على البث البارحة. عندي كلمة للناس الذين بلغوا على البث البارحة. أولا أنت إنسان جدا جبان، جدا جدا جبان. ثانيا ضعيف مفلس، لأنه أنت لما تبلغ على البث أنت إنسان جبان ومفلس. اطلع وحاور، اطلع وحاور. وثانيا شو استفاديت يعني؟ أنا عندي حساب ثاني هولندي طلعت منه واستمرينا بالحوار. فأنت بالنهاية شو استفاديت من البلاغات؟ ولا شيء. ولا شيء. انقطع اللايف، فتحنا لايف آخر. عندنا حسابات كثيرة. فرجاء لا تكون إنسان مفلس جبان هارب. خليك رجل واطلب جست، تعلم حاور، أخذ منطي. لأنه بالنهاية أنه أنت يعني ما رح تسوي أي شيء. أوكي حيك مثلا بك.
سبيد. سبيد لماذا هرب زين خرابة من الأخسلوان؟ سبيد لماذا هرب زين خير الله من الأخسلوان؟ عندك فكرة؟ تفضل. هذا كتم، أي واحد يتجاوز كتم مباشرة. إخواني، إخواني المشرفين، مرة ثانية، ثالثة، رابعة، خامسة، أي واحد يطلع جست كتم مباشرة. محاور قوي جدا. وهكذا هي الأمور. تكبيس شباب، تكبيس وشير، تكبيس وشير، نوصل 15,000 تكبيسة. طيب هذا واحد تعبان، راح نفتح الجستات. إذا عندك، إذا أنت إنسان محترم وعندك سؤال محترم، اطلب جيست. سبيد، إذا طلبت جيست فراح تجاوبنا على لماذا هرب، لماذا هرب. إخوان، أي واحد يطلع جيست كتم مباشرة، راح تجاوبنا على السؤال لماذا هرب زين خير الله في بثك من الأخسروان. تفضل أخونا. يا مساء الخير، يا أهلا وسهلا، سلام المحبة والدين. لماذا لماذا هرب زين خير الله من الأخسروان؟ هذا كلمة أنت بينك وبين، أنا ما بعرف ليش هربه. أم هو كان على قناتك أخونا، كان على قناتك، كان على قناتك. روح جيب زين خير الله مناظرة الآن، بما أنك أصدقاء، بما أنكم أصدقاء أنت وزين خير الله على لايفك، أنت كنت صاحب اللايف، بما أنك استضفت الشيخ زين خير الله هو صديقك، فتفضل روح جيبه وتعال. أنا نزلته، عزيز نزلته، واحد هارب. تفضل. رامي عيسى، رامي عيسى أخونا تحديناه في مناظرة وهرب، شتمني وهرب رامي عيسى. هو أساسا من متى رامي عيسى بيحاور المسيحيين؟ هذا سؤال جدا جميل، لكن ذهبنا إليه وتحديناه، قلنا له تفضل مناظرة بيني وبينك، هرب مثل طبعا الشيوخ الآخرين، وليد إسماعيل وغيرهم، كلهم هاربين. كيف تفضل بده أخوي. يحاورك في دينك وهو مو محاور في دينك أساسا؟ صعبة هذه. طيب أخونا، عندكم شيوخ محاربين في ديننا، محاورين في ديننا؟ أيوة موجود في جيب كثير. أخوي، جيب أخوي، جيب واحد هسه، أنا هسه منتظرك، تفضل جيب واحد. ما بعرف إذا فاضي الحين، لكن الحين برسل له وبنشوف. أرسل له عزيزي، جيب لنا واحد شيخ، خليه يطلع معانا صوت وصورة. أوكي يا أخونا، أهلا وسهلا بك. ما أتوقع إنه صورة لأنه ما بيفتح كاميرا، ما أتوقع يعني. لا عزيزي، احنا نريد واحد يفتح صورة. ما لا والله أنا بدرس عند ناس، لكن ما بعرف إذا بيفتحوا كاميرا ولا لا، لكن أنا على العموم، بجرب. على العموم أخ عصام عزيزي، أنت صاعد عم تطلب تسأل سؤال أم لا؟ أيوة ده سؤال. تفضل أخونا. عصام سني أم شيعي؟ اخوان أنا اكتبوا سني. اخوان اكتموا الصاعد اللايف. تفضل اخوي. طيب سؤال محترم جدا. الآن عندك في سفر اللاويين 12، تمام، مكتوب: وكلم الرب موسى قائلا: إذا حبلت امرأة وأولدت ذكرا تصبح نجسة، نعم تمام. نعم في هذا الأسبوع حملت مريم بمين؟ نعم باليسوع المسيح. نعم هل دخلت تحت ضمن النجاسة أم لم تتنجس؟ راح اجاوبك سؤال جدا بسيط وجدا جميل. الرب كان يتكلم لأي نوع من الحبل؟ حمل الذكر أي نوع؟ اي نوع من الحبل؟ الحبل الطبيعي، صح، اي عندما يعاشر الرجل امرأته، صح. لو تفتح النص نقرأ سوا نشوف كلامك. نعم أخونا، النص يتكلم عن امرأة تحبل بطريقة طبيعية. السؤال هو: هل حبلت مريم بطريقة طبيعية؟ لا
أها شكرا جزيلا، أشكر الرب أنه كان عندك شوية ضمير تقول لا. ما في مريم مشكلة لو قلت عدلت لا. طيب ترى لا أخو، أكثر إخوانك المسلمين لا يعترفون، يقول لك نعم، يعني ما يفكرون. أنت حلو فكرت وافتهمت أن مريم لم تحبل بطريقة طبيعية، واضح؟ أنا وصل بك يكون هذا الجواب. إذن طيب الجواب يعتقد هل هي كانت نجسة؟ كلا، لأنها لم تولد بطريقة، تولد بطريقة طبيعية. حيك أخويا، طلب ومنتظرين، بسيط لو تسمح، منتظرين المناظرة أخونا، تفضل عزيزي. تمام بكلمه بشوف. المهم بعد ما انزل طلع لنا النص وقرا لنا اياه، انه كان بيتكلم الرب عن الحمل الطبيعي. أكيد ينفع؟ أخونا، حاضر حاضر. قلت لاولين، لاولين 12. ايوه سفر اللاويين 12. ايوه ايوه حاضر أخونا، وسهلا بك، مشكور. حاضر، أهلا بك أخونا. سفر اللاويين 12، هو كم نوع حبل لك أخونا؟ تعال، لاويين 12 يقول: وكلم الرب موسى قائلا، كلم بني إسرائيل قائلا: إذا حبلت امرأة، كيف كانت نساء إسرائيل تحبل أخونا؟ نساء إسرائيل كيف كانوا يحبلوا؟ عندك فكرة أخونا؟ أنا وصل بك تحياتي. إذا حبلنا نساء إسرائيل، أوكي، أنا وصل بك أخونا. وهلاهل فرح، منو طالب جيست؟ منو طالب جيست؟ منو طالب جيست؟ مح اكو حد طالب جيست. تفضل أخونا صلاح. إخوان، أي واحد يصعد لهذا مباشرة كتم، لا تنسون الموضوع. تفضل أخونا. الله، السلام عليكم. عليكم السلام، عندك مشكلة بالنت أخونا. هي هسه صارت عندي مشكلة، سبحان الله. ردت اصعد اسلم عليكم واحيي المسيح، اخواننا المسيح سلم عليه، احييهم واحيي، سلم علينا أخونا، نوصل بك. ومثال مثال للتعايش، مثال للسلام. اني عراقي شيعي من الجنوب، أنا وصل بك أخونا تحياتي. وجواريني مسيح، أنا وصل بك. جواريني مسيح، وكلش احبهم، طيب كلش أنا احبهم. وصل بك. شكرا جزيلا، أهلا بك عزيزي، تحياتي لك صالح. شكرا، أنا وصل بك أخونا، تحياتي، مع السلامة. الله يسلمك. أهلا بك. إخوان، التكبيس جدا بطيء، التكبيس جدا بطيء، والتصويت في أسفل الشاشة. التكبيس جدا بطيء والتصويت في أسفل الشاشة. والهلاهل والفرح، والفرح والهلاهل. شفتوا يا اخواني المسلمين الفرق بيننا وبينكم؟ نحن نفتح لايفات نستقبل فيها الاسئله، اتحدى اي شيخ مسلم بالعالم كله يفتح لايف يقول اطرحوا سؤالكم في الاسلام. اتحدى اي شيخ في العالم كله مسلم يفتح لايف يقول اطرح سؤالك في العقيده الاسلاميه. طبعا ما زال التحدي موجود لكل شيخ وعالم وامام جامع، مناظره بيني وبينكم صوت وصوره. اخواني المسلمين، اخواني المسلمين، الشيوخ يضحكون عليكم ويخدعونكم بانهم يتظاهرون ان العقيده الاسلاميه ثابته ومتينه، والعقيده الاسلاميه عقيده جدا هشه، ولا يوجد امام او عالم او شيخ او داعيه يستطيعون الدفاع عن العقيدة الإسلامية، وهذا نحن أثبتناه بطريقة جدا 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 رهيبة مرارا وتكرارا. وأي شيخ يقبل التحدي يتفضل الآن، جست صوت وصورة مناظرة، لكن إن لم يقول أنا لا أريد أن أطلع عند الجست ماكو مشكلة، هو يفتح لايف، أنا أفتح لايف ونتقابل في جست بجست. أوكي أوكي تحياتي، اتفضل تفضل اخونا. تفضل اخونا، اخونا عندك مشكلة بالنت عزيزي. اهلا، السلام عليكم. السلام عليكم. عندك مشكلة بالمايك، رتب رتب المايك وارجع اخونا. علاء المهدوي واحد جبان هارب، هرب مرارا وتكرارا منا. علاء المهدوي واحد جبان هارب، هرب مرارا وتكرارا منا. نفس الموضوع لوليد اسماعيل ولأبو عمر الباحث، أبو عمر الشامي، الدكتور عاصم، زين خير الله، رضا قلقيلة، كلهم ناس هاربين. وإن كان كلامي غلط جيبوهم الآن مناظرة، هسه مناظرة بيني وبينهم. تفضل أخونا.
تفضل تفضل اخونا. السلام عليكم. عليكم السلام. لحظه اخونا لحظه تفضل. اخواننا المشرفين انتم قاعد تكتمون الجستات لو لا؟ اخواننا المشرفين قاعد تكتمون الجستات لو لا؟ اي نعم. محمد بن شمس الدين اي احد هذا انسان يعني نريد ان نناظره، فنتمنى ان يسمع هذا الطلب، او اذا احد منكم يعرف محمد بن شمس الدين يتفضل يتكلم معه. مشكورين شكرا جزيلا. بما انه ما حد شوف. لحظه اخونا لحظه لحظه اتفضل اخونا. تفضلت على المايك، افتح المايك. عجيب يعني طالع وليش انه ما فاتح المايك. اغسامي تحياتي لهم وسلم بك. لا اخت لاوري تحياتي لهم وسلم بك. اختي تاخرت شوي حتى نعم. هو اكو مشرفين باللايف صح لو غلطان انا؟ نعم اكو مشرفين باللايف. طيب اخ مسي تحياتي لهم وسلم بك اخونا. شباب الكل يكبس ويشير تكبيس قوي. مشكورين شكرا جزيلا. تفضل. مبارك اسمك يا يسوع الى ابد الابدين. تفضل اخونا. هاي شنو شو راح هذا؟ راح اختفى. طيب ماكو مشكله. احتمال بالغلط طالب جيست او شيء من هذا القبيل. اخت سوني انا وسلم بك اختي تحياتي. تفضل اخونا ابو رحيم. تفضل عزيزي. هلا والله. السلام عليكم. ايه خلاص كاتبين روحي روحي ماكو مشكله روحي. السلام عليكم. عليكم السلام. لحظه اخونا تفضل. عليكم السلام وسهلا بك اخونا. ابو رحيم سني ام شيعي؟ لا سني. سني. لحظه اخونا ثاني. اتفضل اخونا شنو سؤالك؟ سؤالي هو الأنبياء عندكم معصومين ولا لا؟ لا. طب كيف يكون النبي غير معصوم وبيجي لك برسالة من الله ويقول لك إن ده صح وده غلط؟ كيف حاضر. إزاي أنا؟ طب ماشي بعد إذن حضرتك. السؤال بيقول يعني مثلا أنا إزاي أقول لابني اقتدي بنبي الله مثلا عيسى أو موسى أو حاضر. بس أشوف الجواب على سؤالك جدا بسيط. أنا راح أقلب السؤال. أنت تقول لا يليق بالنبي أن لا يكون معصوما صح؟ يعني لا أن يكون النبي لازم يكون معصوما. أخونا اسمع، لا يليق بالنبي أن يكون غير معصوم، أي يليق بالنبي أن يكون معصوم صح؟ أخويا العزيز أخونا اسمع. اسمع. سؤالك هو اسمع أخونا اسمع. سؤالك هو النبي يليق به أن يكون معصوم صح؟ تمام. هل كان رسولك معصوما؟ رسول مين؟ اللي هو مين؟ رسولك محمد كان معصوم؟ أنا عندي جميع الأنبياء والرسل المرسلين. طيب. اسمع أنا بتكلم عن الجميع، مش هقول لك على واحد بس. اتفضل. أنا بقول لك عن جميع الأنبياء والرسل والمرسلين وسيدنا محمد على رأسهم معصوم عندي. أصبر أصبر. أيوه. صبر صبر. صحيح البخاري ورقم الحديث 6399 يقول الرسول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي هزلي وجدلي وجدي وخطاياي وعمدي وكل ذلك عندي. أخونا لا يوجد إنسان سني يؤمن أن الرسول كان معصوما، لأن الرسول ما عدا هذه الأشياء كان يسب يشتم يجلد يلعن الناس ظلما. اديني 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 دليل. اديني دليل ان نبي الله صلى الله عليه وسلم سب حد او ظلم حد. اريد اكمل الجمله حد. اريد اكمل الجمله. لا اديني دليل. انا انت اريد اكمل الجمله فيها الدليل. ماشي قول. الرسول كان يسب يشتم يجلد يلعن الناس ظلما كما نقرا في صحيح مسلم
كتاب البر والصلة والآداب، باب من سبه النبي أو لعنه أو دعا عليه وهو ليس أهلا لذلك، يبدأ من صحيح مسلم 2600. أهلا وسهلا بك أخونا، تحياتي. لا نزلتني صح؟ هتنزلني صح؟ هتنزلني دلوقتي. حطمنا كلامك أخونا. أنا بقول لك اديني دليل على إنه النبي صلى الله عليه وسلم سب حد أو لعن حد قدام الناس. باب من سبه النبي وروني ولعنه. حاضر. وروني. حاضر. حاضر. تدلل. يقول الرسول صحيح مسلم 2601. صحيح. أشوف. صحيح. حاضر. 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 تدلل. اصبر اخونا، اصبر عزيزي. حاضر تدلل. صحيح كنت بتقرا فيه الحين انت كنت بتقرا فيه. وريني اخونا، دورلك على الحديث. اصبر 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 ثاني اصبر. اين انت يا ايها الحديث؟ حديث 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 حديث. وينك يا حديث؟ اصبر عزيزي، انت ليش انت مستعجل على شيء؟ لا انا مستعجل. انا ما في الصوت. خلاص اخونا لا تستعجل، خليك اصبر وراح يجيك الحديث. طيب اخونا راح اطلع لك الحديث من اصبر. هنا سبب، وينك؟ سببته جاهز أخونا؟ جاهز. جميل. يقول إنما أنا إنما أنا بشر، اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفني، فأيما مؤمن سببته أو جلدته فاجعل ذلك كفارة له يوم القيامة. كفارة له يوم القيامة. نعم. كفارة له يوم القيامة. يعني إذا الرسول الرسول كان يسب ويشتم الناس ظلما أم لا؟ اسمع 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 اسمع, اسمع بس. بس. تفسيري اللي تفسره بدماغ ذاتي ما تفسروش بدماغ. أخونا. أنت عايز تنزلني ولا عايز تسمع الكلام ولا عايز تعمل إيه؟ عايز تنزلني نزلني. عنوان العلم اللي أنت بتقوله دي عنوان الباب. عنوان الباب ما هو؟ ما هو عنوان الباب؟ إيه عنوان الباب؟ أها أنت ما تعرف أخونا، اسمع. اللهم إنما أنا بشر، فأيما رجل مسلم سببته أو لعنته أو جلدته اجعلها له زكاة ورحمة. أبو هريرة مسلم صحيح مسلم أخونا. ماشي وريني كده أنت الحديث كده أول الحديث كده بعد إذن حضرتك. اللهم إنما أنا بعد أول حديث. اللهم إنما أنا بشر، فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فجعل له زكاة وأجرا. أوكي أخونا، حيك أخونا، أنا وسهلا بك عزيزي. هذا الباب انت عايز تسمع غور، خلاص بكيفك، مش عايز تسمع خلاص، لكن عايز تسمع الكلام. اسمعك الكلام اللي انت بتألفه للناس. ما تألفش بس. ما هو الباب؟ ما تألفش للناس. ما هو الباب؟ هو بيقول ايما احدا سببته تمام او لعنته او جلدته فيجعله ايه؟ علي النعمة عيل اقسم بالله مستفز. وعنديكم اصلا ده انتوا عنديكم في الدين عنديكم. ليش هربت؟ ليش هربت؟ ليش بتكمل؟ كمل. شوفوا اخواني باب، خلي شوفونه بعينكم. باب من سبه او لعنه. شوف اخونا شوف عزيزي انت، خلي الناس كلها تشوف المكتوب. تعال عزيز تعال. اخوان تكبيس وشير. تفضل اخونا. هذا وين؟ هذا المكتبة الإسلامية، إسلام ويب. المكتبة الإسلامية إسلام ويب. صح. باب من لعنه النبي أو سبه أو دعا عليه
وليس هو أهلا لذلك. آية قوية جدا قوية. وليس هو أهلا لذلك. وليس هو أهلا لذلك. واضح أخونا؟ واضح. طيب أنا وسلمك. ليش عزيزي؟ ليش؟ ليش؟ ليش مو أنت كنت تتكلم؟ ما تفضل تتكلم. تفضل أخونا. تفضل تتكلم عزيزي. صحيح مسلم 2600 صح؟ صح. أخوان التكبيس جدا بطيء. التكبيس جدا بطيء والشير جدا بطيء. التكبيس جدا بطيء والشير جدا بطيء. نستمر. كلام واضح وضوح الشمس. حجة الأخ قال أنتم الأنبياء عندكم معصومون أم لا؟ قلنا له ليسوا معصومون. فيقول إذن هم لا يصلحون أن يكونون أنبياء. طيب هذه القاعدة نقلبها عليك. هل الرسول كان معصوم؟ كلا. لا يوجد إنسان سني يعرف الكتب يؤمن أن الرسول كان معصوما. ولا واحد. ولا واحد. ولا واحد. طيب أنا حاليا ما راح أخذ قستات لحد ما نكبس. حاليا راح نوقف القستات إنه ما أريد البث ينحضر. اللي يحب يكبس يكبس. التكبيس ضعيف جدا وبطيء. أنا ما أعرف إخوان المسيحيين وينكم أنتوا؟ إخوان المسيحيين وينكم بالضبط؟ إذا ممكن الجميع حاليا يركز على التكبيس. أسوي شير لإخواني يساعدونا بالتكبيس. يكفي إنه البارحة البث انحضر، ما أريد البث اليوم أيضا ينحضر. أوكي؟ أوكي. وأي واحد يطلع يطلب جست رجاء سووا له كتم. التكبيس جدا بطيء. ليش وقفتم؟ أنا أعرف أنه الحوار شيق. أعرف أفهم أنه الحوار شيق واضح، بس لازم تكبسون أنه البارحة البث انحضر، ما أريد انحضر مرة ثانية. طيب لحظة أخوان، ثانية بس أكو شيء جدا مهم لازم أسوينه ثاني. راح نستمر الآن في استقبالكم في الجستات. راح نستمر شوية كبسوا. راح نستمر. تعال. لا وينك يا هدف؟ تعال يا هدف. شوية وراح نبدي باستقبال الجستات. ثانية وسوف نبدأ باستقبال الجستات. نعم. أنا عبالي أنت مو موجودي. نعم. ثانية خلي جد الهدف. ثانية. نستمر في الحوار الجميل الرائع. تعال. تفضل. طيب نستمر في الحوار يا رب. تفضل. تفضل اخونا. مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا بك. اسمك وين؟ ابو ابراهيم من العراق. ابو ابراهيم من العراق. شيعي ام سني؟ لا سني. تفضل أخونا، عندك سؤال في المسيحية الجبارة؟ إيه عندي سؤال. في إنجيل يوحنا يقول إذا جاء الفرقليط الذي أبي يرسله روح الحق الذي من أبي هو يشهد لي، قلت لكم هذا حتى إذا كان تؤمن به ولا تشكوا فيه. طيب هنعرف هو في الرب
والمسيح هو المخلص، لكن من هذا المخلص الذي ينصح به المسيح عليه السلام؟ يقول الباراقليط أي المعزي، أخونا كلمة إغريقية تعني المعزي. وفي إنجيل يوحنا نفس الإنجيل صح 16 يقول وأما الباراقليط الروح القدس. يعني من هو؟ الروح القدس يعني المسيح تقصد؟ لا، الروح القدس الذي وعد الله به أن يسكبه على المؤمنين. إيه من هو؟ هو ينصح روح الله، هذا هو. طيب طيب من هو؟ هو يقول هو المخلص المعزي أو المخلص. المعزي باراقليط معزي. إيه من هو؟ الروح هو من القدس. الروح القدس. طيب هو المسيح هو مخلص. هو مخلص تمام. الأخ خطية قافل قافل. الباراقليط يعني المعزي. من هو المعزي؟ الروح القدس. يسوع المسيح يقول أما الباراقليط الروح القدس سوف يأتي ويذكركم بكل الأشياء التي قلتها لكم. أوكي أخونا سلامي. نكمل بالتكبيس والشير أخوان، نكمل بالتكبيس والشير. طيب بعد منو طالب قيس؟ منو طالب قيس؟ تفضل اخونا. مرحبا، اهلا وسهلا بك. تحياتي. اهلا وسهلا بك. طبعا تحياتنا للاخوه المسيحيين. قبل شويه قلت انت، انا بس عندي ارد على هالشغله اللي قلتها. قلت اتحدى شيخ مسلم يفتح لايف ويقول لحداكم تسألون اي شيء بديني ورد عليه، صح؟ صح صح. موجود عندنا كطائفتنا احنا الشيعة، موجود بالفقار المغرب وموجود على المهدى وبثوثهم يومية للرد اي شبهة، فهي حبيت ارد عليك. حاضر حاضر اخونا. نتمعن في جوابك. قلت اسم علاء المهدوي، صح؟ نعم نعم صح. علاء المهدوي اخونا تحديناه في مناظرة وهرب. لا لا مو هرب، هو تقدر تروح للبث ولحد البارحه موجود مسيح وكتبوا له وصاعدين يمه جيستات ويقول اي واحد يجينا انا قابل. اخونا عبود المحترم، نعم. اخوانك الشيعة ذهبوا الى علاء المهدوي وقالوا له هذا الشخص يتحداك في مناظره وهو ليس لك علاقة بالأخوان الشاغ، المفروض أنت تروح له بنفسك. رحت وأمام الناس. علي أخونا. لا لا أمام رحت الناس. رحت علي أخونا عزيزي أنت. أمام الناس. رحت رحت علي أيضا أمام الناس وتحديته في مناظرة وهرب أخونا. مستحيل. أنا اللايفات 24 ساعة ما شفت أسود يوم جد. هسا أخونا المحترم ممكن طلب. نعم. نعم. قول قول. أنت تقول أنت بلايفاته صح؟ إيه. اذهب عليه وقول له ياب اكو واحد اسمه قيس جبرائيل يتحداك في مناظرة، تقبل وخلص يعني، حتى النقاش هذا مالتنا ينتهي اخونا ينتهي. اكيد كام ياخذ رايه وموجود عنده جروب اقدر انطي رايه به وان شاء الله. رجاء مشكور. شكرا جزيلا اخونا عبود، احييك. بالنسبه أهلاً أهلاً. بالنسبه الذوالفقار المغربي اني اعرف. نعم. هذا الرجال، لكن طبعا ما متكلم معاه ابدا ولا متحدي. نعم. مناظرة ولا شيء. هو يفتح لايفات، يفتح لايفات للرد على اي شبهه من اي ديانه. طيب اخونا ماكو مشكله. اتمنى الاقي ناس يقدرون يوصلوا له الطلب انه احنا نتحدى في مناظره. اوكي اخونا اهلا وسهلا. انا وصلت بك. تحياتي اخونا، انا وصلت بك العزيز. اكو شخص يقول اذا انت ايش كاتب؟ كاتب اذا انت رجال طلعني. وين هذا؟ اكو واحد كان كاتب اذا انت رجال طلعني. طيب تعال عزيزي، تعال بما انه انت تتكلم بهذه الطريقه تعال. يقول لك ها وين رحت؟ وينك وينك وين رحت؟ كان اسمك محمد الشامي، وين رحت؟ محمد الشامي وين راح؟ وين راح محمد الشامي؟ طار. طيب اخونا عباس تفضل عزيزي. تفضل عزيزي. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا بك. تحياتي لك. اخوي من ساعه تشقلت قلت النبي محمد غير معصوم، شلون غير معصوم؟ اها اخونا انت شيعي؟ شيعي للنقاء. طيب. حاضر أخونا، أنت تقول لي كيف النبي غير معصوم؟ أنت إنسان أخونا شيعي صح؟ نعم. تؤمن بأن القرآن معصوم أم محرف؟
لا القرآن كلام الله، شلون أمون جميل. فيه محرم؟ جميل أخونا، ممكن تقرأ لنا سورة يونس والآية رقم 94 لو تحب أقرأ لك إياها أنا؟ أقرأها والله. حاضر أخونا، سورة يونس والآية رقم 94 تقول: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. أخت ماريا أهلا وجميعكم أنا وسلم. اتفضل أخونا، هذا الكلام موجه لمن أخونا؟ أنا ما أدري. يقول: فإن كنت شك في شك مما أنزلنا إليك. شنو يعني معناها؟ أخونا القرآن أنزل على من؟ شنو سؤالك؟ القرآن أنزل على من أخونا؟ على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. طيب، فهنا كلام مع النبي محمد، صح؟ صح. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. شنو معنى كلمة ممترين أخونا؟ القرآن هذا تقول إن محمد غير معصوم، شلون الله ينزله عليه؟ نعم عزيزي، هذا سؤال جدا جميل. سؤال بسيط. لحظة أخونا، لحظة، اسأل إلهك. بس الطين الطين. اسأل إلهك أخونا، ركز. أنت قلت إحنا، أنت شلون تقول إن النبي غير معصوم؟ القرآن يقول إن النبي غير معصوم، مو أنا. رح تشوف القرآن أخونا. زين هسه هاي ما بس تعطيني مجال، خلينا نسولف وتحكي، بس خلينا نعطيني مجال ثواني اخونا. بس لحظه، انت راح تسولف داخل الموضوع؟ اسولف داخل الموضوع، بس اعطيني ثواني، بس احكي السالفه وترد تنزلني تردني بكيفك اخونا. ابقى في الموضوع رجاء، تفضل. شوفوا شباب، يعني هسه احنا عندنا صراع ويا اهل السنه، يجيك واحد مسيحي يقول لك النبي غير معصوم، هاي اتفاقيه اسرائيليه امريكيه كفيلكم محمد، وانتم ناس قد دافع لكم فلوس، بس احكي منو دافع لنا؟ اسرائيل وامريكا على مود هاي الصراعات اخونا. اني اسمعني اخونا، اسمعني بس، خلي ركز اخونا. اني عزيزي انسان، رجل قانون يشتغل بالحكومه الهولنديه، اني ما احتاج لا اسرائيل ولا أمريكا ولا أحد يدفع لي فلوس، أنا أشتغل وأخذ راتب، واضح أخونا؟ حيك الله وسلم بك أخونا. عندي ماجستير بالقانون من جامعة لايدن الهولندية، وأشتغل بالحكومة الهولندية أخونا، أوكي عزيزي؟ لا أحتاج لا إسرائيل ولا أمريكا ولا أحد أصلاً أنه ينطيني فلوس، أوكي أخونا؟ عندي اللي يكفيني، واضح أخونا؟ إحنا هذا اللايف فاتحين على مودكم أخونا. طبعاً شكراً جزيلاً على أنه مقابلتك للخير بالشر، نحبكم ونريد خلاصكم ونريدكم تعرفون الحق وتخرجون من هذا الظلام الذي اسمه الإسلام والعقيدة الإسلامية والقرآن، لأننا نحبكم ونريدكم أن تأخذوا ما أخذنا من فرح وسلام وقوة وانتصار وراحة الضمير من الشعور بالذنب والإطلاق من الخوف والكآبة. فأنت أخونا إجازي الخير بالشر مشكور أخونا، ماكو أي مشكلة. حياك الله وسلمك. هاي قوية، هاي يقول لك إنه أنتم تأخذون فلوس من إسرائيل. أيا الله عزيزي، أنت اسمعني اسمعني اسمعني، ركز. إسرائيل دولة شريرة وعليها أن تتوب. أعيد لك، إسرائيل دولة شريرة وعليها أن تتوب. كل اليهود عليهم أن يتوبوا ويصدقوا بيسوع المسيح، وكل المسلمين عليهم أن يتوبوا ويصدقوا بيسوع المسيح. أوكي يا أخونا، حياك الله وسلم بك. هو هاي المشكلة أخونا، أخونا الفتى السني، هاي المشكلة عزيزي، هاي المشكلة، إنه كل مرة نفس الموضوع نفس الموضوع نفس الموضوع. منو طالب قس؟ تفضل أخونا. تمر اخوان التكبيس لا يوقف، وكل واحد يطلع جست اكتموا رجاء. اخ علي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، والسلام بك اخونا. اخبارك؟
تحياتي لك، اخباري زينه، شلونك انت اخونا؟ يا بعد عمري والله. اهلا وسهلا بك العزيز علي وياك. علي اهلا بك، مرحب عزيزي. عندك سؤال في المسيحيه الجباره؟ انا عندي سؤال اسالك، يعني سؤال عن المسيحيه. هو مكتوب اطرح سؤالك في المسيحيه، ما اعرف اذا عندك شيء اخر. اوكي، اعيدك تجاوبني امام الناس. تفضل. كل الموجوده ممكن تجاوبني شلون يسوع الرب والسلف وما نقد نفسه؟ حاضر. جاوبني. حاضر. كيف يسوع يكون رب وهو لم ينقذ نفسه؟ صح؟ اي، من الصلب، من الصلب. حاضر. عندما مات يسوع المسيح ماذا قال؟ بين يديك استودع روحي، اي انه اسلم نفسه للذي اقامه من بين الاموات، لان يسوع المسيح انت تتكلم كان الموت هو كان نهايه يسوع المسيح، لكن الموت لم يكن نهايه يسوع المسيح، بل انه قام من بين الأموات وقال أنا هو الحي إلى أبد الآبدين. فأنت لما تأخذ القصة ليش ما تأخذها بكاملها أخويا؟ أجاوبك. تفضل. أول شيء أنت قلت الأنبياء، أنا أفيدك الكلمة، الأنبياء كلهم معصومين عند الشيعة، هذا الجواب الأول لك. ثاني شيء، الأنبياء معصومين عند كذب. كذب. لا لا، كذب. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. إلهك يقول لرسولك في سورة يونس فلا تكونن من الممترين، أي لا تكون يا محمد من المشككين. أخونا أنت ما قارئ قرآنك، أخونا اقرأ قرآنك عدل أخونا. بس الله قاعد يقول النبي قاعد، أنا أقول لك مثل ما يقول لك قاعد يقول له يعني لا تشرك ولا تشبه بلا، انت تفسيرك كله غلط. غلط. انت كلامك غلط. يقول وان لا كنت لا في شك، يقول وان كنت في شك يا ايها النبي مما انزلنا اليك فاسال الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن يا ايها النبي من الممترين. ايه فهمك، بس الله قاعد يجاوب النبي، يجاوب، يقول له، يجاوب، قاعد يوصي وصية، قاعد يعلمه وصية، نسمع بالوصية، يعلمه ويحذره. أي نعم أكيد قاعد يوصي ويحذره. خلاص. فإذا كيف إلهك يقول لشخص معصوم لا تشك؟ شنو تشكوا غير رسول الله؟ والله يوصي بهذا الشيء. إذا هو معصوم أخونا، رسولك معصوم، أكو واحد يقول المعصوم لا تخطئ؟ إي عادي. أخونا علي رجاء خليك متواضع وقول صح. أخونا قيس أنت حطمت العقيدة الشيعية. قول أخونا أخ قيس صح، أنت حطمت العقيدة الشيعية، إحنا لازم نتوب ونرجع إلى هذا، نرجع نخرج من هذا الظلام ونرجع إلى يسوع المسيح الحقيقي. أوكي أخونا؟ بس اسمع، أنا وياك فهمت، بس الله من وصل النبي؟ لأن النبي هو المرسل من الله، هو رسوله، رسول الله، أكيد الله راح يوصل النبي وبهذه الأمور. أخونا الإله الحقيقي لا يحتاج أن يقول لإنسان معصوم لا تخطئ. أهلا وسهلا بك أخونا، تحياتي لك، مع السلامة. اعذرني لأنه لازم أنطي فرصة للآخرين. أخونا علي العراقي عزيزي، البث بثك وأهلا وسهلا بك، بس اعذرني أنه أريد أخذ ناس آخرين. أهلا وسهلا بك، كل بث بثك أخونا. أوكي عزيزي، بس أتمنى تفكر بهذا هاي المعلومة، فلا تكونن من الممترين. أوكي أخونا، وسهلا بك. أخوان التكبيس والشير إن أمكن، التكبيس جدا بطيء. طبعا انا ما اعرف الاخ سلوان وين بالضبط. الاخ سلوان موجود؟ ما اعرف انا وين الاخوان، وين الخوات، هو كم واحد قاعد يكبس حاليا بالضبط؟ ما اعرف. نستمر في استقبال الجستات في موضوع السلفي. تفضل اخونا. تفضل اخونا.
ما اعرف الاخ عنده مشكله بالنت. اخونا السلفي تفضل. اخونا السلفي عندك مشكله بالنت عزيزي، رتب النت وارجع لنا. عندك مشكله بالنت رتب النت وارجع، تفضل. تفضل. حياك اخي. بالنسبه للسؤال اللي انت عم تقوله بالنسبه اخونا، ممكن ثانيه؟ ممكن ثانيه اخونا؟ هو اكو واحد يدخل بهالطريقه؟ قلت لك مرحبا. ما حد، انا ما سمعتك اخونا، قلت مرحبا اهلا وسهلا بك. اسمك من وين اخونا؟ محمد من الامارات. محمد من الامارات. سني؟ سني صحيح. طيب اخونا انت حاليا داخل ليش؟ جوابا على سؤالك، فهل كنت في شك مما؟ غلط. ممنوع. ممنوع. يا أما تطرح سؤالك في المسيحية أو تقول أنا جاهز كإنسان مسلم وجيبك على ما تريد. تفضل. صحيح. أنا جاهز يجيبك على الطرح تبعه. طيب اسمع حاليا طرحي، اسمع سؤالي، اسمع سؤالي. واضح؟ واضح. الرسول وين رحت؟ وين 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 راح هذا؟ معك ليكي يا أخوي. ليش طلعت من القسط؟ أبعد. اخوان المشرفين وينكم يا معود؟ التعليقات يا باخ. الرسول يقول لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام. تمام. اي ان الرضاعة لا تحرم الا ان كانت قبل الفطام. واضح؟ تمام. لماذا اذا قال الرسول لسهلة بنت سهيل أن ترضع رجلاً ذو لحية فيحرم عليها؟ أنا جوابي للموضوع هذا، أنت ليش ما بتفوت على البسوس المتخصصة بالإسلام مثل وليد إسماعيل؟ حاضر أخونا. وليد إسماعيل دخلنا على وليد إسماعيل وتحديناه في مناظرة وأثبت أنه إنسان جبان وهارب وهرب. إيه ما تصار الحديث هذا؟ للأسف كان عندنا فيديو على اليوتيوب طول سنتين ووراها حضروا الفيديو. حضروا الفيديو تبع وليد اسماعيل؟ تبعي انا مناقشتي مع وليد اسماعيل. على العموم اخونا انت، اخونا انت، اخونا انت، الموضوع جدا بسيط. نعم. تفضل اتصل مع وليد اسماعيل وقل له قيس جبرائيل راعي كنيسة يسوع المسيح يتحداك في مناظرة، جاهز. حاتصل عليه ولكن كل الشبهات اللي تطرحها هو تدليس على الإسلام، يعني ما في ولا سؤال عيب واحد. أخونا. عيب أخونا. والله هذا صحيح. عمل لك أنت تدلس على الإسلام. أخونا اثبت إنه تدليس. أخونا اثبت. أخونا. وفيك تطلع الجواب عليها. أنت عطول على الرسول. أخونا اثبت إنه تدليس وجاوبني. اثبت إنه تدليس وجاوبني أخونا. يعني فقط قول تدليس راح يفيدك ما راح يفيدك؟ لا ما يفيد التدليس، ولكن موجود على الموجود الشرح للآية القرآنية اللي عم تحكي عليها انت. اخونا روح جيبه تعال. كيف جيب موضوع الرضاعة وتعال جيب الجواب وتعال. طبعا الرضاعة. ايه جيب الجواب وتعال اخونا. يلا اهلا وسهلا بك، منتظرينك اخونا. جيب وتعال، يلا منتظرينك، اهلا وسهلا بك. طيب الامور كلها على ما يرام. اخواني المشرفين مره ثالثه ورابعه وخامسه، بس واحد يطلع اكتموا رجاء، بس واحد يطلع اكتموا. وهذا اعتقد اللي ما اعرف. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال عندك صوت اخونا بس اهدى شويه. اسمك وما لا بسماعات ولا بسماعات. اوكي اخونا اسمك وين؟ اسمي مهدي من العراق. مهدي اتفضل اخونا، عندك سؤال في المسيحيه؟ انا اي حاسيلك سؤال. ربك مين وهذا الشيء؟ يعني من خلقه؟ من الذي خلق ربي؟ اي ليش هو، هل يوجد مكان في الكتاب المقدس يقول ان ربي مخلوق؟ زين اوقف اقول لك من خرب ربك. ليش يا رب ربك رب رب ليش يا جبان خرب؟ شلون كذاب انت وهارب جبان حلو. طبعا الشيء الجميل انك ما عندك احترام للقران الذي يقول لا تسبوا الذين يدعون من دون الله. شويه احترام للقران اخونا،
ما عندك احترام للقرآن؟ يقول لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. احنا ما نسب، احنا ما نسب، بس امتى لما نتسب امام 100 شخص قاعد تحتقر قرآنك اخونا، تحتقر قرآنك، عيب تحتقر قرآنك اخونا امام جميع الناس. اخوان تكبيس الشيخ رجان، تكبيس الشيخ مشكور. اخت سما تحياتي، انا وسلم بك يا اختي، انا وسلم بك تحياتي. طيب انا راح اخوان تكبيس الشير رجاء، مشكورين تكبيس الشير. انا وسلم بك اخت سما تحياتي. اخوان الكل يكبس لانه التكبيس ضعيف، الكل يكبس لانه التكبيس ضعيف. مبارك اسمك الغالي يقول والشاكر مرحبا. نعم انت قلت اتحداك طلعني قص صح؟ نعم نعم. اتفضل افتح الان الكاميرا، مناظرة بيني وبينك. لا انا بدي اتفضل اخونا افتح الكاميرا الان، مناظرة بيني وبينك تفضل. انا لعد مرة ثانية دير بالك تقول اتحداك، دير بالك، دير بالك تستعرض كبريائك، لاننا هنا نسحق الكبرياء تحت الاقدام اخونا. لا تقول اتحداك، تتحداني تفضل مناظرة، مناظرة بيني وبينك صوت الصورة، لك وقتك ولي وقتي. أوكي أخونا حيك أنا سنبيك، دير بالك تقول اتحداك، هاي كلمة جدا خطيرة يقولها فقط الناس الخطيرين. أوكي أخونا أنا سنبيك، تفضل عزيزي. تفضل أخونا. تفضل أخونا علي البصراوي تفضل، أو علي الجبوري تفضل عزيزي. يلف 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 وماكو. طيب اخوان المشرفين انتم موجودين صح؟ كل واحد مشرف يكتب واحد، اي مشرف يكتب واحد رجاء. أكيد عزيز ضرب من حديد، أكيد. أخت أخت ملاك، أخت ملاك رجاء لما أحد يصعد اكتميني مباشرة، مشكور. تفضل أخونا. مرحبا، أهلا وسهلا بك حياتي. أنا عندي سؤال في المسيحية دبوغرام. اسمك اسمك الحويطي؟ الحويطي. نعم. سني أم شيعي؟ سني يا أبو قرعة. الرسول يقول ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البريء. ليش ليش تقول يا أبو قرعة؟ ليش عزيزي؟ ليش؟ لأنك ما ليش؟ ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء ولا البذيء. زين سؤال، إذا هل ممكن إنه أبوك يكون أيضا عنده قرعة؟ أو خالك يكون عنده قرعة؟ أو عمك يكون عنده قرعة؟ تتجرأ تقول لهم يا أبو قرعة ولا لا عزيزي؟ تتجرأ؟ لو ما تتجرأ تفضل وضح لنا الموضوع. إذا أبوك أو أمامك أو خوالك كان عندهم قرعة تتجرأ؟ ما تتجرأ. أوكي أخونا سلبي. آخ ما أعرف الناس ليش تشخصن الأمور عزيزي. لا تشخصن، لا تشخصن، خليك خليك محاور هادئ. تفضل. اه دوده. ما اعرف، كل ناس خطيه مساكين، ناس جدا تعبانه، ناس جدا تعبانه. انا ما تمسخرت على اي انسان،
لم أتمسخر على أي إنسان ولا بقطرة أبدا، ولا بقطرة، بالعكس نحن نحبكم ونريد خلاصكم، نريدكم أن تعرفوا الحق. طيب اتفضل أخونا. السلام عليكم. أهلا وسهلا بك أخونا، اسمك وين؟ أنا محمد النعيمي من سوريا. محمد بن سوريا، سني أم شيعي؟ سني. اتفضل أخونا، عندك سؤال في المسيحية الجبارة؟ اي نعم. انطلق. تمام. في سفر الأخبار الأيام الثاني 22 يقول: كان أخزي ابن 42 سنة حين ملك السنة سليم. طيب هنا يقول في سفر الملوك: كان أخزي ابن 22 يا ترى كان ابن 22 سنة ولا ابن 42 عشان نعرف. سؤالك جميل، راح أجاوبك أخونا. سؤالك جميل. أنا وسهلا بك أخونا. السؤال الأخ حاضر أخونا، أنا أعرف النص أخونا، أعرف النص، إذا ممكن تكتم أخونا لأنه طالع عندك صوت. الأخ يسأل ويقول: أخ قيس، عمر أخزي الملك نرى أنه تارة عمره 22 سنة وتارة عمره 42 سنة، هناك ترجمة واحدة قالت 42، ترجمة أخرى قالت 22، إذن هي مشكلة في الترجمة، لأن النص الأصلي يقول 22 في المكانتين، وحتى المخطوطة العبرية القديمة تقول 22، والمخطوطة الآرامية التي تدعى البشيتا تقول أيضا 22. إذن هذا ما يسمى خطأ في الترجمة وليس خطأ في النص الأصلي. وترجمة الحياة للكتاب المقدس في اللغة العربية تقول في المكانتين 22. أوكي أخونا؟ جميل. طيب سفر صموئيل الثاني. لحظة أخونا، لحظة. بما أننا جاوبنا على سؤالك، لحظة أخونا. طيب ممكن تطلع لي الآن؟ أنا ما طالع معك بمصدر عشان يكون حوار محترم ونقبل. ممكن تعطيني النص اللي أنت تقول عنه النص الأصلي العربي فيه خطأ في الترجمة؟ شنو النص الأصلي؟ أظهر لي لو سمحت. اسمع أنت، اسمع أنت، قرأت أنت قرأت، اسمع أخونا اسمع، أنت قرأت من ترجمة فان دايك. فان دايك تقول 42 صح؟ صح. نطلع حسة مثلا ترجمة الحياة. أوكي أخونا، حنشوف، خلي شوف، انطيني المصدر مرة ثانية. تفضل مصدر المصدر. تريد المصدر أبو 22 ولا 42؟ انطيني المصدر أبو 42. طيب سفر الأخبار الأيام الثاني 22 22 صح؟ لا 22 2 لحظة، الإصحاح 22 والعدد 2. طيب أخونا شوف عزيزي، شوف أخونا، راح أطلع لك الترجمة حتى تشوفه قدام عينك. شوف سفر أخبار الأيام الثاني صح؟ صح. الإصحاح الثاني والعشرون صح؟ صح. العدد الثاني: وكان أخزية في الثانية والعشرون 20 من عمره حين تولى الملك. طيب راح أطلع لك حاليا البشيتا أي المخطوطة الآرامية. أصبر عزيزي، أخبار الأيام الثانية 2 إصحاح 22 والعدد 2. شوف أخونا، هذا ننزل هنا، شوف أخونا، هذه المخطوطة التي تسمى بشيتا هولي بايبل ترانسليتد، بشيتا قدام عينك، بشيتا أي المخطوطة الآرامية المترجمة، تقول أسكيا was a son of 20 and 2 years when he arose on the kingdom. البشيتا المخطوطة الآرامية المترجمة. أوكي عزيزي، حيك الله وسهلا بك. هسا أخونا عندنا سؤال الأنكم بالنسبة لموضوع الأعداد. عائشة أم المؤمنين عندما تزوجها النبي،
عندما تزوجها النبي كم كان عمرها؟ تفضل. 9 سنوات. عندك مصدر؟ أنا عندي مصدر. أنا عندي مصدر في صحيح البخاري تارة تقول أم المؤمنين أنا كنت 6 سنين، وتارة تقول في صحيح مسلم أنا كنت 7 سنين. تفضل أخو. بير صحيح. كانت تزوجها ولم يدخل بها إلا بعدما بلغ. أوكي، راح نطلع أصل الحديث. كلامك على فكرة الآن راح كلامك جدا جميل. كتابك إنك كان يتزوج قاصرة. أخونا لحظة. واحدة. خلي نشوف وطلع لي من كتابي كانوا يتزوجون القاصرات. لحظة أخونا. خلي نشوف. شوف كانوا يتزوجون القاصرات أم لا. شوف عزيزي أنت. شوف. جاهز؟ جاهز أخونا؟ خاطر لك المصدر. اي جاهز. اسمع عزيز وشوف. يقول الراوي عائشة أم المؤمنين المحدث البخاري، المصدر صحيح البخاري 5134، إن النبي تزوجها وهي بنت 6 سنين وبنى بها وهي بنت 9 سنين. هذا من البخاري. كم كان عمر أم المؤمنين؟ 6. جميل. 6. إن تزوجها النبي أن النبي تزوجها وهي بنت 6 سنين. ننزل. لا دقيقة قبل لا تنزل. كمل الحديث. أخونا كمل الحديث. حاضر. لا تبتر. إن النبي تزوجها وهي بنت 6 سنين وبنى بها وهي بنت 9 سنين. قال هشام وأنبأت إنها كانت عنده 9 سنين. جميل. هذا أحسن. واضح. أصبر. شنو معنى الحديث؟ أصبر. تعلم تصبر. صحيح مسلم. أصبر. بس إذا تصبر شوية عزيزي أنت أصبر. ماكو صبر. إن النبي تزوجها وهي بنت 7 سنين. هاشم وزفت إليه وهي بنت 9 سنين ولعبها معها وماتت عنها وهي بنت 8 سنين. السؤال الآن، هل كانت بنت 7 سنين أم 6 سنين؟ طول أخونا. طيب الآن أنت سؤالك كانت بنت 6. أول شيء هذا حديث، وبين حديث 6 و7 حديث، هذا مش قرآن. كفر بدين الرجال. على مصادر. كفر بدين الرجال. لا كفر. لو سمحت حط ميوت وعطيني مجال اتكلم. هذا مو قرآن، هذا الحديث. كفرت حديث. صحيح البخاري ومسلم. صحيح البخاري ومسلم هو منزل من عند رب العالمين. هذا حديث من فلان. كفر. روح. مو على كيف. روح. يقل لك هذا مو تاخذون دينكم من البخاري ومسلم. مو تاخذون دينكم من البخاري ومسلم. يقول لك حديث. مو تاخذون دينكم من الحديث. لولا أخونا. لولا. شوفوا، تارة تقول أم المؤمنين كان عمري 6 سنين، وتارة تقول أم المؤمنين كان عمري 7 سنين. شوف أخونا، أنا وسهلا بك عزيزي أنت. أنا وسهلا بك. يقول لك أكيد أخد بنت الرب. أكيد أكو بلاوي كثير. شوف عزيزي أنت، شفته؟ ما زال التحدي ثابت لكل شيخ وإمام جامع وداعية وطالب علم مسلم يتفضل المناظرة بيني وبينه صوت وصورة. ما زال التحدي ثابت لكل إنسان داعية مسلم،
منتظرين أحد يقبل التحدي. إخواني المسلمين، نحبكم، نريد خلاصكم، لكن نريد أن نوضح لكم أن الشيوخ والأئمة يضحكون عليكم ويخدعونكم، يضحكون عليكم ويخدعونكم بأنهم يتظاهرون بأن العقيدة الإسلامية ثابتة، وهي ليست ثابتة، إنما هي هشة وغير صحيحة. أوكي؟ أوكي. فعندنا الآن حديثين، أم المؤمنين تقول كان عمري 6 سنين وتقول كان عمري 7 سنين. أوكي أخونا عمسان أبيك تحيات لك. شباب أريد نوصل 60,000 حتى نستقبل الجست الآخر. إخوان أي واحد يتجاوز كتم مباشرة، المشرفين أي واحد يتجاوز أرسل كتم 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 كتم، ما عدنا ما عدنا رغبة بسماع كلام فاضي. أي واحد يريد يثبت أنه رزن ومرتب يتفضل بحوار علمي بيني وبينكم، رجل حوار علمي، اللي عنده حوار علمي يتفضل، واللي ما عنده حوار علمي مع السلام. إخوان القناة اللي بالجست هي قناتي الثانية، رجاء أن تابعوها حتى لا أنه يفوتكم لايف. القناة اللي بالجست هي قناتي الثانية، تابعوها حتى لا يفوتكم لايف. اللي يحب، اللي ما يحب لا تتابع أي شيء، خليك فقط متفرج. طيب كانت ضربة جدا قوية قبل شوية، ضربة جدا قوية صدقوني، كانت ضربة جدا قوية جدا قوية. تفضل أخونا. تفضل أخونا. تفضل. تفضل أخونا. شو هذا راح؟ عجيب، ما افتهمنا. وين راح الأخ؟ يا يسوع ساعدنا يا رب، ساعدنا قوينا. إخوان تكبيساتكم تفيدنا ضد البلاغات، أعيد، تكبيساتكم تفيد ضد البلاغات، ساعدونا رجاء، مشكورين. مبارك اسمك الغالي، أي واحد مسيحي يتجاوز بالتعليقات راح يتم كتمة، أعيد، أي واحد مسيحي يتجاوز بالتعليقات راح يتم كتمه مباشرة، هذا تحذير. آمين عزيزي. أشكر يسوع، أشكر يسوع اللايف جدا قوي، أشكر رب، أشكر يسوع المبارك. الكل يكبس ويشير، مشكور عزيزي، مشكور أخونا النصر، مشكور عزيزي. للمرة المليون أي واحد يطلع جست كتم مباشرة، للمرة المليون أي واحد يطلع جست كتم مباشرة. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. لحظة أخونا، ثانية ثانية أخونا، اتفضل أخونا، اسمك من وين؟ افتح المايك أخونا. نعم نعم، مصطفى من العراق. مصطفى من العراق، أهلا وسهلا بك، تحياتي. عندك سؤال في المسيحية الجبارة؟ نعم لدي سؤال. تفضل أخونا. قال الله، قال المسيح أنا الله فأعبدوني. أين قال المسيح؟ خلك من تفضل. أين طلب العبادة لنفسه؟ ثالثا أين قال أن الله أخونا؟ أصبر عزيزي، أصبر أخونا. نظام البث تطرح سؤال واحد فقط، عندك سؤال ثاني تنزل تطلب جست. نعم نعم، هو سؤال واضح، سؤالك هو سؤالك هو أين قال المسيح أنا هو الله، صح؟ نعم. أين طلب العبادة لنفسه؟ أين قال أن الله الظاهر في الجسد؟ أين تكلم عن الخطية الأصلية؟ هاي كلها أسئلة، أصبر أخونا، اكتب واسمع الجواب، اكتب واسمع الجواب. نعم نعم، هي 4 أشكالات فقط يعني. اكتب 4 أشكالات، اكتب 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 اسمع اكتب اسمع الجواب. في مذهبك أخونا، اكتب واسمع الجواب، اكتب واسمع الجواب، اكتب. الأخ يقول أين قال المسيح أنا هو الله؟ المسيح لا يحتاج أن يقول بالحرف أنا هو الله، ومع هذا قال أنا هو الله. وين؟
إنجيل يوحنا والإصحاح الثالث عشر والعدد الثالث عشر. ممكن تكتم وتسكت حتى أجاوبك. في إنجيل يوحنا والإصحاح الثالث عشر والعدد الثالث عشر والرابع عشر يقول يسوع المسيح: أنتم تدعونني المعلم والرب وأصبتم فيما تقولون، فهكذا أنا. فإن كنت وأنا الرب والمعلم قد غسلت أقدامكم، فيجب عليكم أنتم أيضا أن تغسلوا بعضكم أقدام بعض. واحد، يسوع المسيح قال: أنا هو الذي أفحص القلوب والكلى، وسوف أجازي كل إنسان حسب عمله وقال يسوع المسيح: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاث باسمي أنا أكون في الوسط. فالمسيح استعرض أنه هو الله، وعندما استعرض أنه هو الله لا يحتاج أن يقول اعبدوني، لأنه وضح وقال أنا هو الله. ومن البديهيات أنه عندما يقول أحد أنا هو الله فيجب أن يعبد. أوكي أخونا. أما بالنسبة للخطيئة الأصلية فنحن لا نعترف بشيء اسمه الخطيئة الأصلية. الكتاب المقدس لا يتكلم عن شيء اسمه الخطيئة الأصلية. أما يقصد به أنه خطيئة آدم، ونحن ليس لنا أي علاقة بخطيئة آدم، إنما آدم يحاسب على خطيئته ونحن نحاسب على خطايانا. أما بالنسبة لله الظاهر في الجسد، إنجيل يوحنا والإصحاح الأول والعدد الأول يقول: في البدء كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، وكان الكلمة هو الله. عدد 14: والكلمة صار جسدا وسكن بيننا. إذن عندما نقول أن يسوع المسيح هو الله المتجسد نستند على يوحنا 1:1 و1:14، هما قاله الرسول بولس عندما قال: عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. واضح؟ واضح. بس مرة ثانية لما تطلب على كيفك هذا، نحن لسنا كشيوخك عزيزي، نحن عندنا أجوبة لكل سؤال. لسنا كشيوخك، اهدى عزيزي، اهدى اهدى اهدى، نحن عندنا جواب لكل سؤال. أوكي، أين قال المسيح أنا هو الله؟ جوابناك. مشكور أخي يوحنا عزيزي. طبعا أي إنسان سلم علي، أهلا وسهلا بكم، تحياتي لكم جميعا. والرب قوينا، يمينه بالروح القدس والفرح. لخ سلوان موجود؟ أعتقد لا. لخ جاي موجود؟ أعتقد لا، لو غلطان أنا. أخوان التصويت في أسفل الشاشة على الوجه المبتسم. التصويت في أسفل الشاشة على الوجه المبتسم. التصويت في أسفل الشاشة على الوجه المبتسم. ساعدونا في مقاومة البلاغات، ساعدونا رجاء في مقاومة البلاغات. التكبيس ما زال بطيء، التكبيس ما زال بطيء. طبعا أحسن من مرات كثيرة. لازم تكبيسنا، بس لازم يكون تكبيسنا أقوى من البلاغات. مشكورين، شكرا جزيلا، ساعدونا في هذه الخدمة وسووا شير حتى اللي تعب من التكبيس يرتاح، يجي شخص بدله هو يساعدنا. مشكورين شكرا جزيلا. طيب نستمر في، طبعا صار لنا شقد، صار لنا حاليا ساعة ونص في إجابة الأسئلة في المسيحية، حتى لا يقول أحد ما تجاوبون، لماذا لا تجاوبون ولا أشياء. طيب تفضل أخونا. السلام عليكم. عليكم السلام، تحياتي لك. اسمك من وين؟ إحسان من العراق. اسمك حسان لو إحسان؟ لا إحسان، بس الاسم كتبه غلط. ماكو مشكلة أخونا. إحسان تحياتي لك. تفضل أخونا، عندك سؤال في المسيحية الجبارة. والله مو سؤال، إنه ما شبهه، يعني لماذا يعني وصف نفسه في الخروف؟ يعني أكو ميزة عنده؟ حاضر، راح أجاوبك. نعم راح أجاوبك. اكتب رجاء حتى أجاوبك. اكتب. الأخ يسأل: لماذا وصف يسوع المسيح نفسه بالخروف أو الحمل؟ في العهد القديم كان الحمل يقدم ذبيحة كفارة من أجل الخطايا،
وكان يرمز إلى يسوع المسيح الوديع والمتواضع، لأن الحمل يرمز أيضا إلى الوضيع الوديع والمتواضع، ولهذا السبب سمي بالحمل الوديع والمتواضع، والذي قدمه الآب لكي يكون ذبيحة كفارة عن طريق الإيمان بدمه. لكن يسوع المسيح سمي أيضا الأسد الخارج من سبط يهوذا. فالسؤال، لماذا تسأل فقط عن الحمل ولا تسأل عن الأسد؟ واحد. اثنين، عندما يسمون العراقيون أسود الرافدين، هل يقصدون أنهم حيوانات؟ كلا، حاشا، أخواننا ونحبهم، وأنا أمنا أيضا عراقي، لكن هذا كناية، تعبير مجازي بأنهم أقوياء أسود الرافدين. أوكي أخونا تفضل. أوكي زي، أنا ليش ما سألتك بالأسد؟ لأن وجد الصفة بالأسد شيء حلو، بس الخروف مثل ما توضحت لم أفهم ما شيء الحلو في الخروف إلا منه، أنه هو الوديع والمتواضع والذي كان يذبح في العهد القديم. نعم. ويؤخذ دمه ويرش على الخاطئ. أحسن دكتور. أخونا البصري مشكور عزيزي. عندك سؤال؟ لا عزيزي أشكرك ومسلمك. مشكورك. حياك الله. أخونا البصري عزيزي مشكور، لا تكلف نفسك. ولو طبعا هاي الأشياء تساعد بمقاومة البلاغات بطريقة جدا رهيبة. هاي كل الأشياء الهدايا تساعد بطريقة جدا رهيبة. مشكور عزيزي أنت، عاشت إيدك. يا رب. مشكور إخواني، إخواني مشكور إنه ساعدونا. إحنا في حرب. في حرب ضد ماذا؟ في حرب ضد البلاغات. يريدوننا أن نسكت، مع العلم أنه البث في المسيحية، أنا أتعجب، بث في المسيحية وتبلغون، ما شوية شيء مو طبيعي. فيريدون أن يسكتونا، يريدون أن يسكتونا حتى لا نتكلم. ليش؟ ليش؟ تكبيس وشير، صح صح أخي يوحنا، كلامك سليم. تكبيس وشير، تكبيس وشير، تكبيس وشير، تكبيس وشير. منو طالب قس؟ منو طالب قس؟ تفضل ابو احمد، تفضل عزيزي. تفضل اخونا. السلام عليكم. وعليكم السلام، بس تصبر لحظه اخونا ان امكن. تفضل اخونا ابو احمد، افتح المايك عزيزي. اهلا وسهلا بك، تحياتي لك اخت محبه. اهلا وسهلا. نعم نعم، عندي عده اسئله ممكن احاورك يعني اذا حبيت في هذا الموضوع. اخونا المحترم ابو احمد، اكو حاليا 12 واحد طالب جست، فاني حاليا ما اقدر اتحاور. عندك سؤال اطرح السؤال اجاوبك، انزل. اذا عندك سؤال اخر اطلب جست معي حتى نوصل الفكره انا وياك يعني. اخونا المحترم ابو احمد، عندك فرصه لسؤال واحد فقط، تفضل. نعم طيب، هل الله سبحانه وتعالى يموت؟ هل الله يموت؟ ماذا تقصد عندما تقول يموت؟ هي بعد يموت يعني. عندك ما معنى؟ أنت تريد فسره فسره. ما هل الله يموت؟ نعم. أخونا أنت صاحب السؤال، ما هو تعريف أنت في الموت؟ في معتقدك. جاوبني في معتقدك، ما علينا في كيفية الموت. جاوبني في معتقدك. الموت نعم. عندك ما هو تعريف الموت عندك؟ طبعا احنا واضح الموت عندنا انفصال الروح عن الجسد، عندنا طيب واضح. اخونا اكتب اكتب اخونا اكتب اكتب اعجابك اكتب اعجابك اكتب اخونا. يسوع المسيح نعم مكتوب انه مات، لكن ماذا نقصد بان يسوع المسيح مات؟ ماذا نقصد بهذا الموضوع؟ في المزمور 16 للنبي داود يتكلم ويقول: لأنك لن تترك نفسي في الهاوية، لن تدع وحيدك القدوس يرى فسادا. فالموت بالنسبة للمسيح هو نزوله إلى الهاوية، إلى عالم الأرواح، وخروجه من هناك منتصرا على عالم الموت والخطيئة والشيطان. تفضل. يقول إن الله يموت يعني. نعم. أي أن يسوع المسيح الله المتجسد نزل إلى الهاوية وقام من هناك منتصرا
هذا ما يقصد بالموت، والموت عندنا ليس الفناء. مزمور 16: لأنك لن تترك نفسي في الهاوية، لن تدع وحيدك القدوس يرى فسادا. مزمور 68: أنت قاعد تكرس حلب حب. لا 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 لا, لا أبدا لا لا أبدا. أنت ما قاعد تكرس حب؟ لا لا عزيزي لا. طيب شلون يصير يعني؟ ما يصير. إذن مزمور 16، مزمور 68 ورسالة أفسس الإصحاح الرابع يقول أنه نزل إلى أعماق الأرض وقام من هناك منتصرا. أوكي؟ الدليل هذا موجود في الإنجيل؟ نعم، مزمور 16، مزمور 68، أفسس 4. عليك. زين، الله سبحانه وتعالى ممكن انه يتحول الى جسم يراه الانسان؟ اخونا هذا سؤال اخر، اطلب جست وتتدلل. هل ممكن او لماذا تجسد يسوع المسيح؟ هذا سؤال اخر. سؤالك كان عن الموت واحنا وضحنا لك وضحنا لك هذا الموضوع. طيب اكو شخص يقول جست، لحظه تفضل اخونا. اخوان تكبيس وشير، رجاء تكبيس وشير، مشكورين. ازاي حضرتك استاذ قيس؟ انا وسهلا بيك. لحظه لا تكتب، افتح المايك. اسال سؤالي. اسمك ومن وين اخونا؟ احمد من مصر. احمد من مصر، تفضل اخونا. هو حضرتك بتؤمن بالتجسد صح؟ تجسد انا يسوع المسيح تجسد؟ نعم صح. طب قبل ما يتجسد كان عنده كم طبيعه؟ كم طبيعة؟ شو كم طبيعة؟ المسيحيين بيقولوا إن الجسد كان عنده يسوع المسيح قبل أن يتجسد كان موجود مع الآب، وكان أيضا يظهر في العهد القديم كما نرى أنه ظهر ليشوع وظهر لإبراهيم وهكذا. يعني الطبيعة الإلهية، الإقنوم الإبن كان عنده طبيعة إلهية. إقنوم شنو أخونا؟ إقنوم الإبن. أنت من وين جايب هاي الكلمة؟ أنت عندك معتقد ثاني لوحدك يعني. أخونا هل تجد كلمة أقنوم في الكتاب المقدس؟ هو لا، أنا بناقش المسيحيين بمعتقد. أخونا أنت تناقش الآن إنسان يؤمن بالكتاب المقدس، عندك شيء من هنا تفضل، ما عندك شيء من هنا لا تتفضل. أوكي. طب التجسد فرق حاجة في أقنوم في المسيح؟ التجسد هو أن يسوع المسيح نال طبيعة إنسانية، لذلك قال أنا هو ابن الإنسان. فنحن نؤمن أن يسوع المسيح له طبيعتان، طبيعة إنسانية وطبيعة إلهية، لأنه قال أنا هو ابن الإنسان وقال أنا هو ابن الله. أوكي؟ تمام. طب يعني هو نال طبيعة بشرية صح؟ نعم أكيد. طب ده مش تغير؟ هذا ليس تغير. يقول لك والكلمة صار جسداً وسكن بيننا. يسوع المسيح هو نفسه لكنه تجسد. أيوة حضرتك، ده اسمه تغير. لا عزيزي، أنت عندك آية في الكتاب المقدس تقول أن هذا اسمه تغير؟ لا بكلم بالعقل، مش لازم كل حاجة من الكتاب المقدس. أخونا معي لا تجيب سيرة عقل، لأن إلهك يرجم الشياطين بالنجوم وينفخ في فرج امرأة. لا تتكلم عن العقل ابدا 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 ابدا. ممكن ارد؟ انت حضرتك كده غيرت الموضوع. انا بتكلم في التجسد. انا ما غيرت الموضوع. انت قلت هذا تغير. قلنا قلنا هذا موجود في الكتاب المقدس. كلا، هذا هو استنتاجك وعقلك. الذي يؤمن بأن إلهك يرجم الشياطين بالنجوم وينفخ في فرج امرأة، لم أغير الموضوع أبداً. أوكي أخونا؟ حيث ممكن رد. هو أنت حضرتك قلت نال، أنا هو كسب حاجة وده اسمه تغير. أنا قلت نال. أنت قلت نال. أنا قلت طبيعة جديدة. قلت نال طبيعة بشرية. نعم تجسد، أي أخذ طبيعة طبيعة بشرية صح؟ أخذ. يعني هو بعد التجسد بقى عنده طبيعتين. صحيح. قبل التجسد كان عنده طبيعة واحدة. صحيح. ده مش تغير؟ لا عزيزي. إزاي؟ هذا اسمع أخونا، اسمع. قدر. عندما ينال أنت تغير في ماذا؟ تغير في الطبيعة الإلهية؟ كلا، الطبيعة لا تتغير.
هذا يتكلم على أنه تجسد، والكلمة ركز في البدء كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، وكان الكلمة هو الله، والكلمة صار جسدا. أنت تتكلم أنه هذا تغير في الطبيعة الإلهية، كلا أخونا، الطبيعة الإلهية ما زالت هي الطبيعة الإلهية، لا تتغير، لكنه تجسد، أي أخذ مثل ما يقول العبرانيين دم ولحم خلق. أوكي؟ ممكن بس عندي تنقيب بسيط، هو حضرتك يسوع المسيح ده عندك إيه؟ كيان يعني ولا إيه؟ أخونا عزيزي أنا جاوبتك على سؤالك، عندك شيء آخر؟ اتفضل. لا أنت ما جاوبتش. أوكي أخونا خلاص، خلي الإنسان، خلي الناس يحكمون، خلي الناس يحكمون. أنت قلت ما نتكلمش بالعقل. أخونا خلي الناس يحكمون إن كنت أنا قد أجبت أم لا، ماكو مشكلة. خلي الناس، أنت تقول أنت ما جاوبت، ماكو مشكلة. خلي الناس هي تحكم إن كنت قد أجبت على سؤالك، هل التجسد هو تغير في الطبيعة الإلهية أم لا؟ ما عندي مشكلة. أنا أجبت وقلت التجسد هو ليس تغيراً في الطبيعة الإلهية، بل هو أخذ طبيعة ثانية. أوكي أخونا حيك أنا سلامي طيب. مشكورة أخذ سوا مشكورة. هو اللي يريد يفهم راح يفهم. هو أصلاً مكتوب ويسوع المسيح تغير وصار جسداً؟ مكتوب تغير. مكتوب البدء كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، وكان الكلمة هو الله، والكلمة صار جسدا. مكتوب تغير، لم يتغير. العبرانيين ماذا يقول؟ العبرانيين ماذا يقول؟ نقرأ إخواني من العبرانيين ما هو مكتوب هنا. ماذا يقول العبرانيين؟ تفضل. أين أنت؟ أين أنت؟ أين أنت يا أيها العبرانيين؟ هاي تيطس العبرانيين، تعال. يقول لذلك، لأنه في الحقيقة لم يأخذ طبيعة الملائكة، بل أخذ طبيعة نسل إبراهيم، لذلك في كل الأشياء كان يحتاج أن يجعل مثل إخوته حتى يقدر أن يكون رئيس كهنة رحوما وأمينا في الأشياء المتعلقة بالله، لكي يحقق فداء لخطايا الناس. وبما أنه قد تألم مجربا، فهو قادر أن يعين الذين يجربون. أوكي أخونا حيك، تغير في الطبيعة، لم يحدث أي تغير. إيش قصر لنا حاليا؟ صار لنا حاليا ساعة ونص. جميل، أمور جدا جميلة، أمور جدا رهيبة، أمور جدا رائعة. مبارك اسمك يا يسوع. طيب أعزائي، بعد ساعة ونص من الحوار حاليا رح نغير الحوار. أصبح الآن الحوار سؤال لي وسؤال لكم. ما راح نوقف، راح نستمر في الحوار. سؤال لي وسؤال لكم. أي إنسان عنده سؤال في المسيحية انزل رجاء. أعيد، أي إنسان عنده سؤال في المسيحية انزل رجاء. مشكور، شكرا جزيلا. صار لنا ساعة ونص نجاوب على الأسئلة، الآن عندنا سؤال لي وسؤال لكم. واضح أخوان، خلونا نوصل 100,000 تكبيسة ومشكورين، شكرا جزيلا. طبعا دعم الأخ البصراوي كثير ساعدنا، مشكور أخونا. حاليا احنا رقم 4 بالتصنيف، هاي قوية، هاي رقم 4 بالتصنيف. جميل، أشكرك يا يسوع، مبارك اسمك. سؤال لي وسؤال لكم. طيب. إلهي حي والأبري فراس، ما عندي فراس طالب جست، ما عندي واحد اسمه فراس طالب جست. وإحنا حاليا حولنا الحوار إلى العقيدة، سؤال لي وسؤال لكم. تفضل أخونا. السلام عليكم. عليكم السلام، تحياتي وسلام بك. هلا أخي، عندي سؤال. ماكو أخونا، شيعي وسني؟ شيعي. شيعي، طيب أخونا، هل النبي معصوم؟
أكيد طبعا. ممكن تقرأنا سورة يونس الآية 94؟ لحظة إخوان، كتم الجس مباشرة، مشرفين كتم الجس مباشرة. تفضل اخونا، انت وين رحت؟ الو، ما اعرف وين رحت اخونا. ما اعرف الاخ حسين، ما اعرف وين راح. اريد بلغ بلغ عزيزي، ماكو مشكله على راحتك. الهي حي. تفضل. والابر تفضل اخونا. السلام عليكم. عليكم السلام، تحياتي. تحياتي لحضرتك، طبعا انا من متابعينك. اهلا وسهلا بك اخونا، تحياتي لك. ممكن طلب لحضرتك؟ طلب شنو اخونا؟ ممكن اتفل بقصدك؟ الهي حي والقبر. تفضل. تفضل اخونا. تفضل. الثاني 22 اختنا. الو، هاي طلعت من الله احتمال بالغلط. تفضلي. انا اثنين. طالبه قس بالغلط معود. تفضل. تفضل. تفضل اخونا. ما اعرف شو الموضوع. طيب نكمل. اتفضل اخونا. الحديث المعارض لمعركة الجمل. السلام عليكم. عليكم السلام اخونا احمد، اكتم شوية رجان، اكتم شوية. ماشي اسمه. مشكور. اخونا السائل، ينفع تعيد حديث المعارض لمعركة الجمل؟ اكيد. الرسول يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أعيد، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فكيف تقاتل العشرة المبشرين بالجنة؟ جيش علي بن أبي طالب من مكان، وجيش طلحة والزبير من مكان آخر، وطلحة والزبير وعلي هم من العشرة المبشرون بالجنة، فكيف إذن يتقاتل العشرة المبشرون بالجنة لأنهم كفار؟ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أوكي، أنا وصل لك عزيزي. اخونا احمد اعذرنا، تفضل اخونا. السلام عليكم. عليكم السلام، تحياتي لك، اهلا وسهلا بك. يعطيك العافيه اخوي قيس. اهلا وسهلا بك العزيزي. صديقي، اولا قبل ان ابدا بالسؤال بدي هو ما في سؤال اخونا، انت من كمل 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 اولا كمل. بدي احييك انت من الاشخاص الرائعين اللي انا كمسلم بحترمه. انت انسان مثقف وانسان رائع. مشكور. فأنا بشكرك يعني وبحييك جدا. شكرا أخو. سيدي، عندي سؤال في الكتاب المقدس إذا سمحت. أخونا حاليا تحول اللايف إلى سؤال لي وسؤال لكم. حسنا، من يسأل لو أنت؟ أنا أسألك، جاوبني واسأل. حسنا، تفضل سيدي. طبعا كان عندك شوية مشكلة باللايف، أنت سني أخونا أو شيعي؟ سني سني سني. طيب أخونا، عندنا سؤال عزيزي. أنت من الذي حلل عندكم، من الذي حلل عندكم في البداية زواج المتعة؟ حسنا، دقيقة أخي. هو أولا أنا الذي أعرفه نكاح المتعة كان في أول الإسلام مباحا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. نعم، والسؤال الذي عليه أكثر نهى. نعم، هو كان في بداية الإسلام مباحا
ولكن ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، والراجح الذي عليه أكثر العلماء أن تحريم نكاح المتعة كان عام الفتح. حاضر أخونا، لكن سؤالي من هو الذي حلله في البداية؟ يعني أنت بدك من اللي حلل أول شيء؟ صح، لأنه معلومة جدا كارثية أخونا. هل تعرف أن القرآن والرسول هم الذين حللوا زواج المتعة؟ نعم صحيح. هنا يقول الدهلوي في حجة الله البالغة: كان صلى الله عليه وسلم قد رخص في المتعة أياما ثم نهى عنها. نعم، إذا أخونا عندنا سؤال. أما الترخيص، بس دقيقة أخي خليني أكمل. أما الترخيص أولا فلي مكان حاجة تدعو إليه، كما ذكره ابن عباس رضي الله عنه في من يقدم بلدة ليس بها أهله. وأشار ابن عباس رضي الله عنهما أنها لم تكن يومئذ استئجار على مجرد البضع، بل كان ذلك مغمورا في ضمن حاجات من باب تدبير المنزل. أخونا هنا كلام طويل طبعا. نعم أخونا، هو الخلاصة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص في المتعة أياما ثم نهى عنها. أخونا عزيزي أنت، نعم إذن الرسول وإلهكم الذين حللوا زواج المتعة. السؤال الآن هو كالآتي: إن كنت أنت تعيش في وقت الرسول عندما كان زواج المتعة حلال، هل كنت ستسمح لأهل بيتك أن يتزوجوا بالمتعة؟ وهذه المتعة كانت للرجل، للرجل لم تكن للأنثى. نعم للرجل، الرجل يستمتع بالمرأة. عندما كانوا يذهبون الى الغزوات البعيده. صحيح مسلم، صحيح البخاري. صحيح البخاري يقول: ايما رجل وامراه توافقا فعشره ما بينهما ثلاث ليال، فان ارادا ان يتزايدا او تتاركا تتاركا. حسنا، ايما ما الحديث غلبك؟ ايما رجل وامراه توافقا، او ايما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال، فإن أرادا أن يتزايدا أو تتاركا تتاركا. حسنا ابن الملك تحياته وسلم بك الأخوة. قال اللهم صل محمد وإن الحديث قال: حدثني عن أبي عن رسول الله: أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ثلاث ليال، فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا. وأصلاً كم يعني هذا كم الحديث؟ كم يقول هون في شرح الحديث: يعني الحديث الذي أخرجه عن الزهري قال: أخبرني الحسن وأخوه عبد الله بن محمد عن أبيهما أن علي رضي الله عنه قال لابن العباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. يا عزيزي، نحن لا ننكر أن الرسول نهى عن المتعة، واضحة، هذا واضح. نعم السؤال الآن، أنت نرى أنه حتى يعني كانوا النساء والرجال يستمتعون، إذن أخونا أنت تقبل هذا الشيء لا؟ وأترجاك أنه تكون طبعا لا أقبل. خلص أخونا، خلص أخونا. ولكن أخي 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 دعني أكمل بعد إذنك. هسه مش معناته إنه إذا الرسول أباحه بمعنى أكثر إنه أنا لازم أعمله؟ لم أقل لازم، قلت هل ستقبل؟ هو أنا لم أقل لازم، أنا لن أقبل. هو كان مباحاً، ولكن أنا لا أقبل. لا نعم. ليش ما تقبل؟ تحس بضميرك إنه هذا زنا، إذن إلهك هو الذي حل الزنا، يكفينا. أخواني اطرح سؤالي. هذا يكفيني جدا. طيب. ان قلت انا لا اقبل ان اعطي اهلي متعه، يكفينا. تفضل. حسنا سيدي، افتح على انجيل متى بعد ابنك. نعم تفضل. في نسب المسيح. نعم، اين هو انجيل متى؟ دقيقه بعد ابنك. يقول عن نسب المسيح متى: ويهوذا ولد فارصة وزارح. نعم. ليس كذلك؟ نعم. حسناً، إذن نسب المسيحي يأتي إلى فارس وزارح بن يهوذا. نعم. ويهوذا طبعاً ابن يعقوب، أليس كذلك؟ صح. حسناً،
حسنا حسنا. افتح لي بالله رجاء على دقيقة على تكوين الإصحاح 38 الآية 13. وأنت عندك سؤال واحد فقط صح؟ لو عندك كم سؤال؟ نعم هو السؤال. نعم هو اتفضل أخونا شو السؤال؟ هو السؤال هذا. نعم هو السؤال هذا. في 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 إنجيل متى نعم نسب المسيح إلى فارصة أو زارحة بن يهوذا. هو يتكلم عن النسل. نعم طبعا. نعم صحيح. طيب وفي التكوين في الآية 38 الإصحاح 38 في الآية 13 نعم إلى 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 الآية 19 نعم يأتي بأن يهوذا هذا قد نام أو قد زنى بزوجة ابنه التي هي ثامار على ما أعتقد وأنجب منها فارس وأيضا زارح. لحظة نعم كون دقيق. كانت أرملة. حسنا أرملة. طيب سأخبر. لحظة فأخبر ثامار. دقيقة لحظة. خليني أقرأ. لحظة. كانت أرملة أم لا؟ لأنك تقول زوجة ابنه كانت أرملة أم لا؟ كانت أرملة. نعم أرملة. هنا كمل سؤالك. أقعدي أرملة. حسنا كمل سؤالك. طيب سؤال هل عندكم في المسيحية أن الأب يتزوج زوجة ابنه إذا مات ابنه؟ راح أجاوبك. اكتب راح أجاوبك. هنا أنه كانت العادة أنه الأخ إن تزوج رجلا الشريعة تقول إن تزوج رجلا ومات بدون أن ينجب نسلا فعلى أخوه أن يقيم لأخيه نسلا. أبو الأخوين لم يفعل ما كان عليه أن يفعل، أي أن يدع أخو الزوج يتزوج من هذه المرأة لأنه هذا واجب. فالمرأة أنه فعلت هذا الشيء من ناحية التأديب. أوكي أخونا تفضل. كيف فهل ما فعله يهوذا خطيئة؟ نعم خطيئة أخونا. طيب ممتاز. أنت تقول أنها خطيئة. أكيد لأنه ظن أصلا أنه هي كانت عاهرة. معك تفضل. هو ظن بأنها عاهرة. ظن بهذا الشيء. هي لم تكن عاهرة لكن ظن بها. طبعا ظن بأنها عاهرة. طيب لم تكن عاهرة. نعم. وزنى بها. صح. ممتاز وزنى بها وأنجب. نعم. فارس وزارح. صح. ليس كذلك؟ صح. طيب إذن كيف تنسبون المسيح إلى هكذا أب أو إلى هكذا أبناء؟ رح أجاوبك. نحن عندنا في الكتاب المقدس أن الناس يخطئون. هل المسيح هو الخاطئ؟ كلا. داود زنى وأنجب لكن هؤلاء الناس تابوا. المبدأ هو أن الكتاب المقدس يوضح أن الإنسان يخطئ لكن يتوب ويعيش حياة جديدة مثل داود الذي زنى وأنجب وتاب. إذن المسيح هو لا يمسه شيء لكنه يتكلم لك عن طريق نسل تاريخي. هذا تزوج من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا وأتى بعدين بالنهاية المسيح. أما أنا جاوبتك على سؤالك. أما الرسول مكتوب أن وجدك ضالا فهدى. عندما نبحث في أعمال الرسول بعد هدايته نرى أنه كان يسب يشتم يجلد يلعن الناس. والمسيح فكيف؟ طيب لحظة طيب أخونا والمسيح لحظة, 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 لحظة أخونا لحظة لحظة طيب تفضل. فإذا الرسول بعد هدايته كان يسب يشتم يجلد يلعن سحرة عن طريق رجلا يهوديا
والسحر كان تأثير على الرسول بأنه كان يعتقد أنه كان يعاشر أهله ولم يكن يعاشرهم. طيب أما أنت الآن أما لحظة أنت تقول الآن لحظة أنت تقول الآن يسوع المسيح كان يسب، مصدر في كلمة أيها الغبيان، الغبيان. نعم هل نحن تحضرون الآية. لحظة أيها أسأقل لك الإنسان عندما يكون غبي وتقول له أيها الغبي هاي مسبة؟ شو رأيك؟ رد على السؤال. أنا لما أقول إنسان غبي أليس هذا شكمي؟ رد على السؤال. اسمع عندما يكون الإنسان بالحقيقة غبيا وأنت تقول له يا أيها الغبي مسبة أم لا؟ لا هذه شتيمة تعتبر. مش ينزل عندما تقول عن غبي أنه غبي هاي مسبة أم تصفه بحقيقته؟ يقل لي مسبة شتيمة هاي شتيمة هاي الغبي عندما تقول له أنه غبي هاي شتيمة؟ ضميرك شغل ضميرك ارجع لرسولك الذي كان يسب يشتم يجلد يلعن الناس ظلما ودعا على اليتيمة وجعلها تبكي بينما إلهك يقول لرسولك وأما اليتيم فلا تقهر وهذا بالضبط ما فعله الرسول باليتيمة قهرها. أوكي دليلي صحيح مسلم باب من سبه النبي لعنه أو دعا عليه وهو ليس أهلا لذلك. أوكي الغبي عندما تقول له غبي هذه ليست مسبة بل هي وصف الحقيقة. طيب أخت محبة ما عندي أي واحد اسمه فراس طالب قصد. الزاني عندما تكون زاني وتقول له يا أيها الزاني هاي شتيمة؟ بوم طبعا ما أعرف أن الأخ جاي اختفى الأخ سلوان اختفى. يلا ربي قوينا شباب أريد نوصل 100,000 تكبيس رجال. أنا وصل بإخواننا العزيز تحياتي كبسوا أخوان كبسوا شير بدنا نوصل لل 100,000 تكبيسة أخواني المشرفين للمرة المليون أي واحد يطلع جست كتم مباشرة 5 دقائق أعيد كتم مباشرة خصم 5 دقائق يا عزيزي ماكو أي مشكلة أخونا سلام ماكو أي مشكلة بس أنت طلعت والأخ جاي طلع فشوية كانت شوية صعبة كبسوا شيروا أخوان ومشكورين شكرا جزيلا بس أمشي التكبيس حاليا للوصل 100,000 تكبيسة 100,000 تكبيسة مشكورين. طيب شوف منو طالب جست تفضل أخ صادق ماكو طار تفضل تفضل سوري أنا ما طلبت جست لا بس ما عندي مشكلة أطلع وأشكرك على حديثك الحلو مشكورة أختي بتمنى أنك تصلي للبنان لربنا يحفظنا ونضلنا بهالشرق منارة وبس لهيك هو أختي الكتاب المقدس يقول إن تواضع شعبي من دعي عليهم اسمي ورجعوا إلي أنا سوف أشفي أرضهم وأخلصهم. أختي أوكي أنا وسهلا بك تحياتي شكرا لك أنا وسهلا بك أختي ما أعرفش بينه البرنامج قاعد يصعد الناس قاعد يصعد الناس بالغلط ما أعرف
هل هم الناس قاعد يطلبون جيست لشنو الشيء اللي قاعد يصير؟ هذا الشيء جديد يعني ما كان يصير قبل، ناس تطلع جيست بدون ما 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 تريد يعني ما اعرف. تفضل. شلونكم عيوني؟ اهلا وسهلا بك تحياتي. شلون صحتك؟ اهلا وسهلا بك. الله يسعدك. لا عندي ملاحظة بسيطة، انت قلت البخاري، البخاري يعني شخصية وهمية ما يجوز حد يستلم كدليل. يعني احنا المسلمين يعني كتابنا القرآن مصدر. اما الفرق البخاري وكليني وموليني. البخاري شخصية وهمية. اكيد. وكليني وموليني كلهم شخصيات ما معترف بها يعني، ما بس القرآن. اخونا بس لحظة. اخونا هو شنو هو يعني وهمية؟ يعني الرجال ما كان موجود بالتاريخ ابدا؟ وينكم؟ ما درسي احنا لا بكلية ولا بعمرنا ما سامعي. الامام البخاري اخونا، الامام البخاري كانسان عاش لو لم يعش؟ انت شو تقول؟ انت شايفه سامعه باذنك؟ اخونا هذا رجال بالتاريخ موثق، ما له علاقة بالقرآن. ماكو بالتاريخ، قرأنا التاريخ ماكو. طب وين قاري التاريخ؟ يقال لك الامام البخاري لم يكن موجود اصلا. ايه عزيزي صحيح، لهذا السبب نقرا بالتاريخ مكان ولادته وش قد كان عمره. هذا اكو ناس تخرب من الضحك تطلع بقست، ناس بتطلب قست تخرب من الضحك. اخت لوريس تعياتي، ها شفت الاخت محبه ضربتك بصاروخ بعد ايش تريد؟ الاخت محبه ضربتك بصاروخ جدا قوي، جدا جدا قوي. تفضل. السلام عليكم اخي، شلونك؟ عليكم السلام تحياتي. شلونكم؟ لا تحتج على السنه بالبخاري. ليش؟ لا تحتج. اكو كتب اخره تحتج بها اللي ما موثقه، تحتج عليهم بالقران. اي اذا تريد على المهدوي اطلب لك اياه قسي بقست. اي اطلبه يلا جيبها هسه يلا. لا هسه مو هسه، عنده محاور هو. ماكو مشكله، احكي وياه وراسلني، ماكو مشكله. أراسله والله، بس حصرك هو والله. خلينا نشوف، جيبه خلينا نشوف راح يحصرني او لا. جيبه. شو واحد هارب جبان، واحد هارب جبان يهرب لانه حطمناه تحطيم كامل، تحطيم كامل. واحد هارب جبان لسه، خليه يقبل هو. روح جيبه يلا، روح جيبه. خلينا نتكلم وياه عن زواج المتعه، نتكلم وياه عن زواج المتعه والعراقيات المسكينات ببغداد وبغير بغداد قاعد يصير بيهم. تعال جيبه. مش مو صوروكم بالخفيه، سووا بحث كامل. البي بي سي سووا بحث كامل، صوروكم بالخفيه. يقول له يا معمم، هاي ترى طفله عمرها 13 سنه، بعدها عذراء، بعدها عذراء. يقول اي ماكو مشكله، سوي اللي يعجبك بيها، اهم شيء انه مات. هذا جيب علاء المهدوي، جيب عزيزي، جيب. خلينا نتكلم عن زواج المتعه، جيب. والعراقيات المسكينات اللي قاعد تاكلون لحمهم وذبوهم بالزباله، جيب عزيزي، جيب. هذول المسكينات اللي هذا، جيب عزيزي، جيب على المهدوي، جيبه. شلون ضربتك بقنبلة دمرت الموضوع كله؟ تفضل اخونا. تفضل. الو السلام عليكم. عليكم السلام. عندك مشكلة بالمايك؟ البس سماعة. انا ما اعرف اخونا، انت عندك مشكله بالمايك. اعذرني. تفضل افتح المايك او ما اعرف، تنزل تصعد. تفضل اخونا. اخونا تفضل. ما اعرف. اي بس ما اي هسه احسن، هسه احسن اخونا. تفضل. اي نعم احسن. تفضل. انت سني لو شيعي اخونا؟ وش اسمك شنو؟ سني متشيع. اسمي فرات اخي.
سني متشيع اسمك فرات. تحياتي لك اخونا فرات. اخونا فرات انت تؤمن بعصمة الرسول صح؟ نعم. ممكن تقرأ لنا سورة يونس والآية 94؟ والله ماكو مصحف بيدي يعني اقراها انت. انا اقرا لك اياها. انا اكو مصحف بيدي. مع العلم انا مشرك نجس ممنوع من القران. لاك اخي. اخونا القران يقول انما المشركون نجس. ماكو مشكله. لا مو انا عندي اختلاف بالقران شوي يعني. طيب ماكو مشكله اخونا. يقول فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. إن كان الرسول معصوم كيف يقول إلهك له فلا تكونن من المشككين؟ تفضل أخو. ببساطة يعني مع الراحتي غريب شوية خارج عن المسلمين تحسه. يعني أنا عندي بعض من التحريف في القرآن. هاي الآية محرفة؟ من المحتمل يعني إلا على قول الإمام علي عليه السلام. أخونا فنريدك ترجع القول الأم عندك وترجع لنا أخونا. أوكي منتظرينك. الآية ايش قلت لي؟ يونس سورة يونس والآية رقم 94. تمام مشكورين أخونا منتظرينك. تحياتي لو سلمك. منو هذا؟ هذا اللي كان طالب جيست. تعال شوف شلون صراحه راح اسحق يا ابو والله اجيب لك على ممكن تكون رجال والله اجيب لك على الكاميرا مناظره بيني وبينك هسه ما افتح كاميرا ممكن بس تكون هسه جيب علاء يلا جيب علاء مزقتينك مزقتين المسيح جيبه 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 طيب سؤال وانت شنو انت لا تحتاج على اهل السنه لا انت شنو انت واحد جبان لو تعرف لا خزل انت جبان لو تعرف الدين شيلا شفت شلون هسه سحقنا كبرياءك تحت الاقدام دوس دسنا كبرياءك دوس يقول لك علاء المهدوي وانت شبيك تقدر تدافع عن دينك ولا ما تقدر لو واحد جبان روح جيب علاء الجبان علاء الجبان الهارب من المناظره ترى بالمناسبه ترى هوايه شيعة عرفوا انه هو واحد جبان اوكي اخونا ترى هواية الشيعة عرفوا انه هو واحد جبان وصار لي اشهر اتحداه اوكي اخونا سلام بيك صحك تسمع صح دين السب وما هو ما يعرف بس يسب جبان مثلك علاء المهدوي جبان مثلك لو كنت رجال كان طلعت صوت وصورة هسه مناظرة بيني وبينك طريق الأمل تقول وانت شو تريد هسه طبعا اعتقد السؤال موجه الي اريدكم تخرجون من الظلام الذي انتم تعيشون فيه من الظلام والعبودية وعبادة الشيطان هذا ما اريده ان تخرجون من هذه الحياة المقاومة ليسوع المسيح وتتوبوا وترجعوا على ترجعوا الى الاله الحقيقي ملك الملوك ورب الأرباب الذي أحبنا وغسلنا بدمه من خطايانا وجعل منا ملوكا وكهنة الذي أبطل الموت وأخرج الحياة والخلود إلى النور عن طريق الإنجيل. أوكي أوكي أهلا وسهلا بكم. طيب شون انسحق كبرياءك استمتع بسحق الكبرياء تحت الأقدام دير بالك بعد تفضل تفضل شلونك قيس شلون صحتك انا وسهلا بيك شكلك مو غريب اعتقد كنت مسوي لك قبل حظر وشلت الحظر مو أعتقد... لا ما عندي حظر لا انا كنت مسوي لك حظر وشلت الحظر تفضل اخونا خلينا نشوف انت هو ولا اذا تحب تسبسب من هسه لا ما سبون يعني مناقشك هوايه كثير امور يعني من سنه نتناقش انا وياك طيب محمد عندي... شيعي لو سني بس انا من اهل السنه يا السنه وانت عراقي انا عندي يعني في كتبكم اي نعم في كتبكم قد يعني اخونا انت قارئ عنوان الحلقه عنوان الحلقه اخونا قارئ سؤال لي وسؤال لكم نعم سؤال لي الان اتفضل ولا هو منو كاتب هاي الجمله انت تريد تسال يعني فعل لي عائده لمن اخونا
هسه راح تلقى وعد، مو مشكلة اسأل. طيب أخونا أنت سني قلت؟ نعم. أم المؤمنين عائشة كم كان عمرها عندما تزوجت الرسول؟ 9 سنوات. غلط. لكن لم يدخل به. غلط. لا 9 سنوات. أطلع لك عندما بلغ. أطلع لك الحديث. أطلع لك الحديث. جد 8 يعني إيش جد 8؟ أنا أقول لك أم المؤمنين، أم المؤمنين تقول تزوجني الرسول وكان عمري 6 سنين. بس احنا حاليا مو سنة. احنا حاليا مو موضوعنا احنا مو موضوعنا الزواج. المشكل اشكالي هو الان اشكالي ام المؤمنين تقول في صحيح البخاري كان عمرها 6 وفي صحيح مسلم كان عمرها 7. طيب يعني اختلاف بسيط يعني بالعمر. عندك جواب اخونا؟ هذا لا يضر، لا يضر هذا المرأة. اي اخونا عود لما يكون عندك جواب ارجع، انا ما اتكلم عن الضرر، أتكلم كان عمره 6 أم 7. أنا ما أتكلم عن الضرر، أتكلم 6 أم 7، أريد نعرف الفرق. إخواني يسوع المسيح يقويكم، وصلنا 100,000 يا يابا بحياتنا، يا يابا بساعتين 100,000 أبطال. تصفيق تصفيق تصفيق. لا يضر أنك تعاشر عمره واحدة عمرها 6 سنين. لا يضر تعاشر وحده عمرها 6 سنين. اوكي هاي معلومه جديده، معلومه جديده، هاي معلومه جديده، كارثه. شباب مكبسين، شوف جاني هذا، جاني تحذير هسه. يلا ماكو مشكله، وصلنا 100,000، يلا وصلنا 100,000، ماكو مشكله. شفتم اعزائي، شفتم شلون التكبيس يفيد؟ التكبيس يفيد، التكبيس يفيد. جانا تحذير، ما نحضر البث، تحذير ما نحضر البث، ماكو مشكله. شباب ماكو مشكله، ما نحضر البث، تحذير. اخواني يسوع المسيح يقويكم، يملئكم بالروح القدس والفرح، ويملأكم بالقوه والانتصار. فتحنا بث المسيحيات 1:30، وراها نص ساعه بث في العقيده الاسلاميه. ربي يقويكم يحفظكم يحميكم. احتمال شير نص ساعه ساعه واطلع مره ثانيه. اريدكم تكونون اقوياء، اريدكم تكونون متشجعين مملوئين من الفرح والقوه والهدوء. سؤال هسه، انا اذا طلعت قصد خارجي هذا الشيء راح يفيد لو لا؟ منو يعرف بالتيك توك؟ اكو واحد يعرف بالتيك توك؟ اذا انا طلعت قصد خارجي راح يفيد هسه الشيء لو ما يفيد؟ لو راح ينحضر البث في كل الاحوال ما راح يفرق، ماكو مشكلة، ماكو مشكلة، ماكو مشكلة، ماكو مشكلة. خلي نطلع قبل ما ينحضر البث. الرب يقويكم ويمليكم بالروح القدس والفرح والهدوء والسلام والطمأنينة. يقولها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر، والذي يمسكم يمس حدقة عيني. فأتمنى تكونوا بخير، أتمنى تكونوا بفرح، تكونوا بسلام. قال يسوع المسيح: السارق لا يأتي إلا ليسرق ويقتل ويدمر، أما أنا فقد أتيت لكي يكون لهم حياة ولكي يكون لهم فيض أكثر. الذي يحبني دعه يتبعني، وحيثما أكون أنا هكذا سوف يكون خادمي أيضا. إن كان أحد يخدمني فأبي سوف يكرمه. مكتوب أنه كل سلاح صنع ضدنا لم ينجح، وكل لسان يقوم علينا في القضاء ندينه، إن هذا هو ميراثنا عبيد الرب وبرنا الذي انعم الله به علينا، يقول السيد الرب. شوفوا أعزائي صار اليوم باللايف شيء جدا جميل. طبعا أنا أول شيء دعمت بألف عملة، أنا دعمت اللايف بألف عملة، وجاء الأخ البصراوي دعم همنا بألف عملة وكبسنا. شفتم صار البث محمي. الموضوع له علاقة دعم وتكبيس، دعم وتكبيس يحمي اللايف، يحمي اللايف. طبعا تعرفون ان الفلوس كلها ما تهمني، لا 100 لا 1000 نقطة ولا 1,000,000 نقطة، الموضوع كله ما يهمني. اي رقم 5، قبل شوية كنت رقم 4 بالتصنيف. ابواب الجحيم لن تقوى عليها. هلاهل هلاهل، يعجبني هذا التعليق. تعال
تعال تعال يعجبني هذا التعليق، أبواب الجحيم لن تقوى عليها، تعال أبواب الجحيم لن تقوى عليها. شكرا أختنا، ذكرتينا بهذا التعليق. سوف أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. أعطيتكم سلطان تدوس الحياة والعقارب وكل قوى العدو، ولن يؤذيكم أي شيء. يا باخ، ما أجمل هذه الأشياء، ما أجمل هذه الأشياء. مبارك اسمك يا يسوع. إخواني يمشي تكونون أقوياء، ها؟ كونوا أقوياء، كونوا أقوياء. خلي نصلي بعضنا البعض. والذي يمسكم يمس حدقة عيني، كل سلاح صنع ضدنا لن ينجح، وكل لسان يقوم علينا في القضاء ندينه. تعلموا مثل يسوع المسيح تقاومون الشيطان بالكلمة المنطق بها. قاوموا الشيطان بالكلمة. يسوع المسيح قاوم الشيطان بالكلمة. هل اليوم ماكو سفرة؟ ما أعتقد اليوم ماكو سفرة. البيحة سفرة أمستردام. أمستردام هوسة هوسة، هاي المدينة هوسة مو طبيعية. ولو أنا رحت لي يعني لمنطقة شعبية، ولا عبالك إحنا بهولندا، ولا عبالك إحنا بهولندا، عبالك إحنا وين؟ باب الشرجي، باب الشرجي أو بالوقفة. منو منكم يعرف الوقفة؟ يكتب واحد. كنا نروح وإحنا أطفال وين للوقفة؟ نشتري شنو؟ نشتري سيجا. منو يتذكر السيجا؟ يا باخ، كنا نشتري سيجا واحنا اطفال، ومشي ما تقدر تمشي، مشي ماكو. باب الشرجي الوقفة ماكو، مشي مشي ماكو. انا جبالي هذا الموضوع. يا باخ، كان اكو واحد يبيع لبن براس الوقفة، براس الوقفة كان يبيع لبن. يا باخ، وكان حاط باللبن ثلج. والدنيا حارة، لبن وثلج، أمور جدا خطيرة، أمور جدا خطيرة. هذا كان محترف، سيد، هذا كان محترف. لبن معرف، طشط طشط، ايش كبره طشط، مو طبيعي. لبن لبن مو طبيعي. ما يا باخ، إذا كنا أطفال عمرنا 10 سنين روح نلعب سيجا. أشكر يسوع اللي خلصنا من هذا، اللي خلصنا من هذا، هذه الحياة الفاضية. نلعب سيجا شنو؟ أكو ناس لازم تخلص، نلعب سيجا. إيه، أشكرك يا يسوع، سويتنا أبطال. وش ماله؟ شوف الرب شلون سماني. الرب سماني قيس جبرائيل. قيس إنه يعني رجل شجاع جدا، وجبرائيل معناها قدرة الله. حطهم مع بعض. حطهم مع بعض، سوانا شجعان جدا 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 شجعان. طيب اخوان، ربي يقويكم ويملكم بالفرح والسلام والهدوء والطمأنينة. اي عزيزي اخ محمد، اني كل شيء ماكو، لهذا السبب يهربون، يهربون من عندنا، يهربون. عزيزي انت صح، السيجا اختي لعب، هذا لعب مال يعني مثل بلاي ستيشن. السيجا هو البلاي ستيشن القديم. كنا نلعب سيجا ونروح محلات وندفع فلوس حتى نلعب. يا با، بس كان عالم شرير، كان عالم جدا شرير. هي صدقوني، رب يدعونا من اقاصي الارض، يدعونا من اقاصي الارض. طيب شباب، المحبه لا تسقط ابدا. صح، ربي يقويكم يحفظكم يحميكم. احتمال بعد شوية أطلع لايف مرة ثانية، احتمال أنا راح أطلع لايف 100% يعني، بس ما أعرف إيش وقت. فعلوا الجرس إذا صار عندي وهز، بعد ساعة أطلع لايف. أحييكم تحية يسوع المسيح المبارك، نعمة ربنا يسوع المسيح تكون مع أرواحكم جميعا. أهم شيء تكونوا أنتم بخير، لما أنتم تكونون بخير أنا أكون بخير. أي واحد معكم محتاج أي شيء يتواصل على الخاص. ربي قويكم ويحمكم. تحياتنا العسكرية، ودوي دوي.